القاهرة. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر، حلقه يوم الثلاث 23 اغسطس. وسؤالنا النهارده لحضراتكم وحديثنا عن ايه هو السلوك اللي اتغير بعد الكاميرات اللي اتغيرت في الشوارع، كاميرات المرور اللي اتركبت، واعتقد انها غيرت في سلوكنا جميعا واحنا بنسوق. ويمكن ناس كتير ملتزمه بقواعد المرور، لكن كمان في ناس بتستصعب حاجات معينه. دلوقتي بقينا جميعا اعتقد ملتزمين يعني قوانين المرور، لانه القانون بيجيب التزام. صحيح. وخليني اقول لك ان التارجت بتاع الحكومه المصريه اللي لقيته ان هي هتعمل 4000 كيلو، واحنا داخلين حوالي في 6000 كيلو دلوقتي. 6000 كيلو اتحطوا على رقعه الوطن المصري. طرق تقصد؟ طرق طبعا. بتكلم على طرق. مؤشر جوده الطرق في 2014 كان حاطط مصر في الترتيب 118 يا هدير. النهارده في 2022 حاططنا رقم 28، يعني قفزنا 90 مركز في جوده الطرق. 90 مركز دول علشان تحافظ عليهم وعلشان تحافظ على جودة هذه الطرق لازم يبقى في قانون، لأن أنت لو ما حطيتش القانون الطرق دي هتبقى أكبر يعني خطر ممكن. خلي بالكو إحنا من قبل 2014، قبل 2011 تحديدا كمان، كانت حوادث الطرق في مصر سبب مهم جدا في معادلة الحوادث والوفيات، كانت الأرقام صعبة جدا. والحمد لله إحنا قفزنا برضو في قصة سلامة الطرق والجودتها. على أي حال عندنا أربع حاجات اتغيرت، مش فيا أنا لوحدي، في ناس كتير. قصة السرعة، قصة الحزام، قصة الأكل، قصة الموبايل. الحاجات دي كلها بقينا نعمل حسابنا عليها، بقينا ناخد بالنا منها، بقينا نتأكد كويس جدا من وجود الحزام، من وجود عدم الاتصال بالتليفون، لو في سماعة يبقى أفضل. كلنا بقى حرصنا إن إحنا يبقى الموضوع ده عندنا يعني ثابت في كل سياراتنا علشان ما نلجأش أو ما نتصورش، لأن الموضوع دلوقتي بقى أوتوميتد، أنت عارفة كل حاجة. صحيح. دلوقتي يعني كاميرات في كل الشوارع وكل المحاور بتصور فيديو، بتصور كمان صور، ومربوطة بقائد السيارة، بتروح له المسج على طول أول ما يعمل المخالفة، سواء كانت مخالفة بقى خاصة بالتليفون المحمول، بالحزام، بالأطفال اللي بتبقى قاعدة قدام طول الوقت، أحياناً بالأكل. ويمكن ده سلوك إحنا كنا ممكن كلنا نكون بنعمله على اعتبار اللي يقولك أنا متعود، أنا بعرف أعمل ده، لكن الحقيقة أنه أنت أحياناً ممكن تأذي غيرك وأنت شايف أنك مش بتأذي، لكن الحوادث اللي كانت بتحصل نتيجة لأنه لو حد للحظة ما خدش باله وما ركزش وهو بيعمل ده يعني تعمل كارثة لا قدر الله. ومسألة الحوادث دي على وجه التحديد إحنا يعني اتغيرنا فيها بشكل كبير. إحنا كنا بنتكلم في 2020 عن نسبة حوادث 56,000 ل 2021 وصلنا ل 51,000. فإحنا بنتكلم إن إحنا الالتزام بالقوانين بتفرق بشكل كبير، بتكون يعني بنسبة كبيرة رادعة للناس كلها، وده المهم الحقيقة، لأنه
اي حد بيسافر بره وبيشوف قوانين المرور بره ازاي صارمه. صحيح. ولو احنا هنا يمكن اول ما اتعملت الكاميرات كلنا كنا زعلانين من الغرامات وزعلانين من انه بندفع غرامه، لكن اعتقد انه اللي جدد السنه اللي فاتت وهيجي يجدد السنه دي لو كان دفع غرامات تغير. معينه سلوكه اتغير بشكل كبير. صح. وده المهم وده الفارق في تطبيق القانون، انه علشان نلتزم لازم يكون هناك قانون، وقانون منفذ ده بيخلينا جميعا نلتزم. اللي كان بيتعدى السرعه هيرجع يلتزم وهيتعود بالمناسبه على ده، اللي كان متعود يسوق على سرعات عاليه هيرجع يحس انه خلاص هو بعد فتره كبيره من انه تعود على انه يسوق على السرعات المقرره على المحاور والشوارع جوه البلد هيسوق بهذه السرعات. صحيح. حتى لو مفيش كاميرات، لانه الموضوع بيكون خلاص انت تعودت. صحيح. انا قلت لك اربع حاجات: الاكل، الحزام، الموبايل، السرعه. هضيف عليها قصه القاء القمام. خليهم خمس حاجات، اعذروني مش اربعه. امبارح كان في تصريح مهم جدا لرئيس هيئه نظافة وتجميل القاهرة، قال إن اللي هيتصور وهو بيلقي قمامة هتتسحب رخصته ومش هياخدها غير لما يدفع الغرامة. وخليني أقول لك يا مصطفى إنه الناس كانت بتحتفل بده على السوشيال ميديا. احتفال مش طبيعي، لأن قصة إلقاء القمامة للسيارة يا جماعة بتشوف عربية آخر موديل وبتشوف ناس محترمة جدا، والله العظيم مش عايز أقول يعني، وتلاقيه فتح البتاع ورمى علبة سجاير، رمى كان زايد مش عارف إيه، رمى مش يعني ما تحطش كيس عندك مثلا كده جنبك تحط فيه الحاجات لما تيجي ماشي تحطها. موضوع بسيط على فكره، مش صعب يعني، الموضوع سهل جدا، لكنه القانون برضه هو اللي يخلي الناس تلتزم. زي ما احنا بنفضل نتكلم كتير عن هذه المساله وهذا السلوك وبيضايقنا جميعا، ويعني اهالينا من العمال اللي طول الليل والنهار شغالين على ده وبينظفوا الشوارع وبيخلوا الشوارع تظهر باحسن صورها، لازم احنا كمان نقدر ده ونشتغل على نفسنا هنا كسلوك أفراد. لكن هي الفكرة إنه الدولة ما بقتش بتسيب حاجة للصدفة، تطبيق القانون هو ده اللي المفروض يكون علشان نشوف بلدنا زي كل الدول اللي احنا لما بنسافر بره بنتباهى بده. ده بيحصل إزاي؟ بتطبيق القانون. والغرامات بره غرامات أكبر بكتير في القيمة من الغرامات المفروضة دلوقتي، فإن شاء الله جميعا نلتزم نشوف سلوك افضل. واعتقد انه زي ما كانت مساله ربط الحزام زمان مشكله كبيره، دلوقتي خلاص بقت كل الناس بتعملها من غير ما تفكر. كل كمان يعني السلوك المروري الجديد اتعودنا عليه، اعتقد كل الناس فرقت السنه اللي فاتت عن السنه دي سواقتها، التزامها بالحزام، التزامها بكل يعني القواعد المروريه الجديده. صحيح. احنا منتظرين مشاركاتكم وتفاعلكم على هذا السؤال: هل التزمتم بعد وجود كاميرات المرور في الشوارع ولا لم تلتزم؟ هل هذا الأمر غير في سلوككم ولا ما غيرش؟ هل مخالفاتكم السنة اللي فاتت اختلفت عن السنة دي ولا لا؟ ناقشونا وكلمونا، الموضوع مفتوح. سلوك المصريين في حد ذاته لو اتغير في بعض الحاجات هيوفر على ميزانية الدولة أموال طائلة والله العظيم. قصة بس إلقاء القمامة دي شوف كام عنصر بشري بيشيلها من الشوارع وممكن تأثر وممكن تعمل حوادث وممكن 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 وممكن. يعني قصة واحدة من دي سلوك المصريين لو اتغير فيها هتوفر علينا وعلى ميزانية دولتنا فلوس كتير. واعتقد انه لما يعني بيكون في اتجاه مجتمعي كمان لشيء ما بيكون تنفيذه أسهل. يعني إحنا طيب. محدش برة يقدر يرمي في الشارع، محدش برة يقدر يدخل في حارة مخالفة، محدش برة يقدر يسوق بسرعة عالية لأن الموضوع ممكن يوصل للحبس مش بس للغرامات. صحيح. فالالتزام يجنبنا جميعا الحوادث، يجنبنا جميعا يعني الإرهاق اللي بيحصل لأهالينا من عمال النظافة علشان إرهاق وتعب، وإحنا كمان في الصيف وعز الحر يعني شغل مثلا. بيكون صعب جدا وشاق جدا عليهم. فبس لو حضرتك فكرت قبل ما تعمل هذا السلوك الغير حضاري بكل تأكيد هيفرق معنا كتير. إحنا بنصبح على حضراتكم في كل مكان ومنتظرين إجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا، هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر، منتظرين إجاباتكم على مدار الحلقة هنستعرضها مع حضراتكم النهاردة. ربنا دايما يصبحكم بالصحة والسعادة، وصباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا منى شرقاوي عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور. صباح الخير منى. صباح الخير يا مصطفى. قبل ما نخش في اخبار المرور، يعني عملت ايه بعد تركيب كاميرات المرور؟ اهو نفس الكلام على المرور برضه. هو نفس الفكره يعني. بص يا مصطفى، والله انا ما فرقش كتير قوي في سواقتي، انا كده كده ما بجريش، خصوصا لما بيبقى معايا اولادي في العربيه فببقى واخده بالي جدا من فكره ان انا ما اجريش بسرعه. انا من الناس اللي بتلبس الحزام، انا من الناس اللي مش بتتعدى السرعه، لكن انا
كنت باكل وبشرب في العربيه، فاعتقد انها بقيت اكثر التزاما بالقصه دي. وفارق معايا جدا الكلام اللي كنت بتقوله انت وهدير في البدايه، قصه القاء القمامه في الشوارع، منظر حقيقي مستفز جدا حقيقي، بيبقى شيء تبقى ماشي على الدائري ولا ماشي على اي طريق مفتوح، والناس شكل العربيه محترم وشكل شيك، وتلاقي فجاه ازازه اتفتح وحاجه بتترمي، منظر حقيقي سخيف جدا وبيصعب عليك المجهود اللي الناس بتعمله، جو حر والناس تقعد تلم القمامه من الشارع، يعني مجهود كبير جدا ممكن نوفر على نفسنا فيه كتير قوي. فاعتقد ان مع القانون الجديد بالذات لما يتفعل موضوع القاء القمامه الوضع هيختلف كتير. بمناسبة بقى المرور، تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا مع بعض من محافظة القاهرة. كوبري أكتوبر بيشهد كثافات مرورية بسيطة مش هتأثر أبدا على معدل الحركة لغاية ما بنوصل لمنطقة رمسيس، بعدها هنلاقي سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لنزلة غمرة، والسيولة المرورية هتكمل معانا لغاية نهاية كوبري أكتوبر. لو بصينا على الشارع بقى نفسه، شارع رمسيس، هنلاقي كثافات بسيطة ومش مؤثرة أبدا بامتداد الشارع، وهتكمل معانا السيولة دي لغاية طريق النصر. أما بقى شارع بورسعيد من عند نزلة كوبري أكتوبر، إحنا شايفين فيه سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية. لو بصينا بقى أعلى الأوتوستراد هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية، هتقل طبعا بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان لغاية المعادي والمقطم. ومطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم، إحنا عارفين إنه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية. تعالوا نكمل جولتنا مع بعض في شوارع الجيزة، وتحديدا من شارع الهرم. احنا عارفين ان بيبقى فيه بعض الكثافات المرورية، النهاردة الكثافات المرورية نسبية، هنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل ميدان الجيزة وهنلاقي هناك الكثافات هتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو بصينا بقى على محور 26 يوليو هنلاقي كثافات مرورية للي جاي من اكتوبر ولغاية ميدان لبنان، وفي الاتجاه الثاني بنلاقي سيولة مرورية للي جاي من كوبري 15 مايو. نروح ونشوف محافظة الإسكندرية، وزي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة خالص اللي موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة عند منطقة كوبري ستانلي، وهنلاقي كمان كثافات عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى بقية الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية وما فيهاش أي مشاكل. هنكمل جولتنا ونروح لأسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، ونبتدي من شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ ان في كثافة بسيطة كده لغاية لما بنوصل لمحطة القطار، احنا شايفين حواليها بعض الكثافات المرورية، وكمان ايضا كثافات عند شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى اسوان الجامعي، هنلاقي فيه بعض الكثافات المروريه، لكن اجمالا لغايه دلوقتي مفيش اي كثافات مروريه مؤثره في حركه المرور. خلينا نرجع على طول لهدير ومصطفى نبتدي حلقتنا، اتفضلوا. شكرا ليك يا منى. شكرا يا منى. نبدا مع حضراتكم يعني اولى اخبارنا النهارده، وخبر عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي استقبل امبارح في مطار العلمين الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والملك حمد بن عيسى ملك البحرين ومصطفى القاضمي رئيس الوزراء العراقي، وده كان بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. وسيادة الرئيس رحب بضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، وأعرب عن التقدير والمودة اللي بتكنها مصر قيادة وشعب للأواصر التاريخية الوثيقة اللي بتجمعها بأشقائها من الدول العربية. وكمان امبارح تفقد سيادة الرئيس وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجل هايتس ومرافقه السياحية. تعزيزاً للتضامن العربي ودعماً لوحدة الصف، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات كلاً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. We'll be right back.
وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وفخامة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية. هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وكل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وفخامة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مدينة العالمين الجديدة ومنتجع ريجل هايتس ومرافقه السياحية. يمكن كلها مبهرة الحقيقة، وإنه مدينة العالمين الجديدة مش بس أصبحت مدينة ترفيهية، لا كمان مدينة دبلوماسية دولية. صحيح. ودي نقطة غاية في الأهمية الحقيقة. كل أنظارنا امبارح وكل أنظار السوشيال ميديا اتجهت للعالمين، وناس كتير قالت نفسنا نروح، نفسنا كنا نكون هناك. المنظر كان أسطوري وحاجة عظيمة بصراحة. مش قصة بس إن العالمين هتبقى مدينة من مدن الجيل الرابع وهتبقى عاصمة صيفية تستقبل قادة وزعماء العالم في هذا التوقيت، لا، قصة كمان إن هي هتكون مدينة ذكية هتتعمل بشكل تقني، مش هتختلف خالص عن العاصمة الإدارية. قصة كبيرة للعالمين يا جماعة، تابعوها في الأيام القادمة، أعتقد إن هي هتكون العنوان الأبرز. خلينا نشوف امبارح برضو كان في مجموعة من الأخبار المهمة، كان منها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإضافة إلى شباب ملتقى لوجوس الثالث 2022. كمان كان في متابعة من رئيس الوزراء للموقف التنفيذي لمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما. خلينا نشوف التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع قداسة البابا توادروس الثاني وشباب ملتقى لوجوس الثالث 2022 بحضور سهى الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء إن المصريين بيعملوا معاً كنسيج واحد، وإن مصر بتستوعب أبنائها بلا تمييز أو تحيز. وأعرب كمان عن ترحيبه بالشباب المشارك في الملتقى للتواصل مع وطنهم الأم، خاصة إن الملتقى بينعقد تحت شعار العودة للجذور. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وقال رئيس الوزراء إنه فيه اهتمام كبير ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، واللي بيستهدف نقل وتوطين الخبرات في مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية اللي بتساعد في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.
امبارح برضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استقبل وفد من الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. الزيارة دي بتأتي في إطار سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية اللي بتنظمها الأكاديمية بشكل دوري لدارسيها داخل أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة للتعرف على آليات وضع ورسم استراتيجيات التعامل وإدارة الأزمات والحد من المخاطر على كافة المستويات. طيب، موضوع مشتقات البلازما ده شيء هام جدا لانه بينقذ الاف المرضى اللي بيحتاجوا للتبرع بالدم، وعلشان كده احنا بنتكلم عن مساله انه نشجع بعض على التبرع بالدم، والناس اللي بيبقى عندها تخوف انه تتبرع بالدم، لا، لما بيحصل تبرع بالدم ده بيعمل تنشيط للنخاع العظمي علشان ينتج دم جديد. آلاف المرضى بتكون محتاجة مشتقات البلازما لأنه هي منقذ للحياة بشكل كبير جدا. المرضى اللي بيكونوا موجودين في العناية المركزة، مرضى الكلى والكبد والقلب والهيموفيليا وأشياء كثيرة وأمراض كثيرة، طبعا كلنا نعي أهمية البلازما. فالمشروع القومي لمشتقات البلازما مشروع مهم جدا جدا جدا، أنه يكون عندنا اكتفاء ذاتي من مشتقات البلازما شيء غاية في الأهمية، ينقذ آلاف المرضى. وأعتقد أنه كلنا بنتحط في مواقف وبنشوف قد إيه بنبقى محتاجين لأكياس الدم وقد إيه بندور عليها، فمسألة أنه يكون عندنا اكتفاء ذاتي في مشروع زي ده حلم أعتقد كان عند المصريين جميعا. بنشوف ده كتير على السوشيال ميديا، يا جماعة والدتي في المستشفى ومحتاج فصيلة دم كده أو محتاج كده، بنشوف ده كتير. أعتقد ده هيوفر علينا كتير، مش قصة بس عملة صعبة، قصة كمان نقل الخبرات يا هدير، وده الأهم، إن هو برضو هيوطن حاجات كتير وهيخلي في كوادر بتفهم في أشياء كتير. كل دي خبرات بتضاف للمصريين، بتضاف لحصلتهم، بتضاف أيضا في مشروع ربما هيتعمل بعد كده ومدينة الدواء المصرية، ده برضو مش بعيد عندك. خلينا نروح لزميلتنا منى الشرقاوي مره تانية عشان نتعرف منها على اخر اسعار العملات والذهب. منى، شكرا لك مصطفى. مشاهدينا دلوقتي نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الامريكي بيسجل 19 جنيه و10 قروش للشراء، 19 جنيه و17 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه و10 قروش للشراء، 19 جنيه و18 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 56 قرش للشراء، 22 جنيه 66 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 93 قرش للشراء، 20 جنيه وقرشين للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 79 قرش للشراء، 2 جنيه و80 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و8 قروش للشراء، 5 جنيه و10 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و6 قروش للشراء، 62 جنيه و40 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و20 قرش للشراء و5 جنيه و22 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، الجرام عيار 18 بيسجل 914 جنيه، عيار الذهب جرام الذهب عفوا عيار 21 بيسجل 1066 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1218 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8525 جنيه. خلينا نرجع تاني لمصطفى والهدير نكمل باقي جولتنا في المحافظات. شكرا لك يا مين. نروح مع حضراتكم لأحداث حصلت امبارح في المحافظات. يمكن أبرز هذه الأخبار أنه كان في افتتاح لمعرض النيل للمبدعين في جامعة دمياط، كمان زيادة اعتمادات خطة العام المالي في أسوان بنسبة 33%، ونروح كمان في كفر الشيخ في إقامة لمنطقة لوجستية في مول كبير في كفر الشيخ، وفي كمان تسليم للمرحلة الأولى من المدفن الصحي في مركز بلبيس في الشرقية، وأخبار تانية كتير من المحافظات هنشوفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من جنوب سيناء اللي بيواصل فيها المحافظ اللواء خالد فودة لقاءاته مع سفراء الدول المختلفة للتنسيق لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ والوقوف على استعدادات المدينة لاستقبال وفود تلك الدول. وامبارح المحافظ التقى مع السفير صادق سيلا سفير سيراليون لدى القاهرة.
في دمياط افتتح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط معرض النيل للمبدعين اللي بتستضيفه الجامعة وبينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قصر ثقافة دمياط. المعرض بيجمع بين الفن التشكيلي والأشغال الخشبية والهاند ميد والإكسسوارات، ده غير التصوير الفوتوغرافي، وبيضم عدد كبير من اللوحات اللي بتمثل العديد من مدارس الفن التشكيلي. في أسوان أعلن المحافظ اللواء أشرف عطية إن الاعتمادات المالية لخطة التنمية المحلية للعام المالي الحالي 2022-2023 شهدت زيادة بنسبة 33%، وده بيعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الجهود المبذولة للارتقاء بحياة المواطن الأسواني بكافة قطاعات العمل العام. في سوهاج قال المحافظ اللواء طارق الفقي إن إجمالي عدد المدارس الجديدة اللي تم إنشائها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بلغ 214 مدرسة بتكلفة إجمالية أكثر من 1,148,000,000 جنيه. في الدقهلية عقد مجلس جامعة المنصورة أول اجتماع لمجلس جامعة حكومية في حرم الجامعة الأهلية المنبثقة منها برئاسة الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، وأبدأ أعضاء المجلس سعادتهم باللقاء داخل حرم جامعة المنصورة الأهلية. في الإسكندرية استقبلت شواطئ ذوي الهمم 178 شخص من ضعاف البصر والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة القادمين من محافظات الصعيد بالإضافة لذويهم ومرافقيهم. في الأليوبية تم إطلاق إشارة بدء المرحلة الثانية من مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد. وفي كفر الشيخ أعلن المحافظ اللواء جمال نور الدين إنه هيتم إقامة منطقة لوجستية تضم مول كبير على مساحة 11 فدان بمدينة كفر الشيخ أمام بوابة الجامعة الرئيسية. في الشرقية تابع المحافظ الدكتور ممدوح غراب أعمال التسليم المبدئي للمرحلة الأولى للمدفن الصحي بمركز بلبيس والمقام على مساحة 45 فدان بتكلفة 50,000,000 جنيه. يعني لو شفنا اللقاءات اللي بيعملها المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع عدد من سفراء الدول الاجنبيه للتنسيق عشان قمه المناخ، هنعرف حجم المجهود اللي بتبذله الدوله المصريه وايضا حجم المجهود اللي بذل في شرم الشيخ عشان تستضيف هذه القمه. انت عارفه طبعا يا هدير ان هي بقت مدينه خضراء، اتحط فيها عدد كبير جدا من الحافلات، محطات التموين يعني العربيات بالكهرباء، هيبقى فيها باصات مخصصه لنقل كل الزوار بالكهرباء. سامع ان في حاجات كتير جدا حاصله في جنوب سيناء بتاكد للعالم يعني احنا ممكن نعمل ايه علشان نغير المناخ ونخلي مدينه بالفعل صديقه للبيئه. صحيح، يعني تحديات كبيره بتواجه الكره الارضيه كلها الحقيقه بمساله تغير المناخ، وانه الدوله المصريه تشتغل بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه في مدينه شرم الشيخ علشان نكون جاهزين امام العالم لقمه المناخ القادمه كوب 27. يعني شيء غايه في الاهميه مساله التحول، ان احنا نكون مدن خضراء مش بس شرم الشيخ، كمان الغردقه ماشيه في نفس السياق. ف يعني اعتقد انه شان التغير المناخي شان هام، كل الدول دلوقتي بتعاني منه، خلاص بقى حقيقه مش بس كلام نظري بنتحدث عنه، لا كل الدول دلوقتي بقينا بنشوف حرائق في غابات عمرها ما كانت بتشتعل، بنشوف جفاف في بحيرات، بنشوف فيضانات موجوده في بحار وانهار تانية. فالتغير في طبعا درجه الحراره، وده اللي الناس بتلمسه بشكل كبير. فمساله التغير المناخي شيء غايه في الاهميه، وانه مصر تكون قد استضافه الكوب 27 وعلى مستوى حدث شيء غايه في الاهميه الحقيقه. اللي بيمر في صلاح سالم وبالتاكيد هيشوف كل الاضواء اللي خارجه من محكى القلعه. امبارح في مهرجان محكى القلعه كان في حفلات مهمه جدا، كان منها حفله المطربه مي كمال بنت الفنانه عفاف راضي، كان في ايضا حفله للمطرب احمد جمال اللي قدم فيها مجموعه من الاغاني الوطنيه اللي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، وكان في ايضا حفله لفريق بغدادي بيك باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي. خلينا نشوف. موسيقى شرقية وطربية وغربية وتفاعل كبير من الجمهور، ده كان حال مسرح محكى القلعة في اليوم السادس من فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. كان في ثلاث حفلات متتالية بتقام على المسرح ضمن الدورة 30 من المهرجان. بنت الشلبية الحفلة
الحفلة الأولى بدأت الساعة 8 مساء مع الفنانة مي كمال وفرقتها الموسيقية، وقدمت مجموعة متنوعة من الأغنيات. الحمد لله معنا فرق النهاردة بغدادي سبيك باند وأحمد جمال وأنا، كلنا متحمسين جداً جداً لسمع الجمهور حاجات جديدة وحاجات تتبسطوا بيها. القلعة مختلف عن أي مهرجان تاني يعني، عشان أجواءه جميلة والهواء والصيف والناس كلها جاية تتفاعل وتتبسط، ودايماً جمهور القلعة جمهور مختلف، فعشان كده متحمسة جداً النهاردة. المهرجان جميل جداً، والفنانة مي غني الأغاني جميلة، بنت الفنانة عفاف راجي، وكل سنة وأنتم طيبين والمهرجان حلو جداً. والبيوت ناس الملاح مالهمش صوت، وكم سؤال من غير جواب مقفول عليهم ألف باب، وأنا أيها أنا وسط الزحمة الحفل الثاني كان مع فريق بغدادي بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، وقدم مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية، بالإضافة إلى مختارات من ألحان الموسيقى العربية اللي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز. أهمية المهرجان للذوق المصري، لأنه إحنا خلاص بقينا بيجيلنا من كل حتة حاجة غريبة جداً جداً، فلازم الناس الطيبة الحلوة دي اللي ما تقدرش تروح للأوبرا تسمع وتدفع فلوس كتيرة جدا عشان تحضر وتشوف فن راقي، فبتيجي هنا. اذا البرنامج ده مهم جدا جدا لتوعية وثقافة وتنقية واذان المجتمع المصري اللي هو بيصدر له حاجات، هو جاي برجليه للحاجات دي دلوقتي مش مصدره له، فهو جاي عشان خاطر يسمع الذوق والفن المحترم اللي هو شافه النهاردة على مدار المهرجان. طبعا أنا مبسوط جدا طبعا بالمهرجان ده، والمهرجان ده من المهرجانات القريبة على قلبي جدا، لأني لما باجي هنا بلاقي الفئات فعلا اللي هي بتفرح من قلبها، اللي هي فعلا مستنية حاجة تفرحها. أما الحفلة الأخيرة فكانت مع الفنان أحمد جمال وفرقته الغنائية، واللي شهدت إقبال كبير من الجمهور وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، واللي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. مهرجان أجواء ولا أروع من كده، تنظيم الحقيقة، استمرارية المهرجان كمان دي تأكيد على نجاحه والجماهيرية الكبيرة اللي بنشوفها كل سنة، فهي الحقيقة فرصة أنه بقابل كمان الجمهور بكل فئاته. يعني هي الحفلة الميزة فيها أن هي في متناول الجميع، فعائلات شباب في كل الناس، فالمهرجان مميز قوي. الروح اللي مديها القلعة أو أنه هو مكان أثري كبير له ثقل ومكان قديم مدي أجواء مختلفة تماماً عن أي حفلة تانية، الحالة على بعضها كلها مود مختلف تماماً عن أي حاجة تانية بنعملها. مهرجان محكة القلعة الحقيقة إنه متصدر
يعني مواقع التواصل الاجتماعي وكل الناس بتتحدث عنه. احنا بنتكلم عن 16 حفله صحيح. مفتوحين للجمهور. التذكره تقريبا سعرها 20 جنيه بتروح لحد بوابه القلعه وبتحجز من هناك. الدخول بيبقى في حدود الساعه 4-5 والحفله بتبتدي على الساعه 8 وزي ما حضراتكم شايفين يعني ليالي صيفيه قويه داخل قلعه صلاح الدين. بنتكلم على حفلات لنجوم كبار صحيح. نجمه هاني شاكر، ناديه مصطفى، زي ما شفنا حفله احمد جمال، كان في حنان ماضي، نسمه محبوب، لينيا شماميان، نجم كبير مدحت صالح، هشام عباس، يعني صحيح. كوكبه كبيره جدا من النجوم. حفل الختام هيكون مع الموسيقار عمر الكبير خيرت. عمر خيرت، فيعني كوكبه كبيره من النجوم. حفل الختام هيكون يوم 31، فاستمتعوا اعتقد النهارده او بكره برضه كمان يا سيدي الصيفيه الغنائيه القويه دي، واحنا بالزبط. كمصريين نحب ده، وكمان في الفنانه الكبيره اللبنانيه نوال زغبي، ف يعني رفهوا كده على نفسكم اجازه الصيف، وكلنا نحب الاستمتاع بهذه الاجواء، لكن كمان لما بتكون في مكان اثري كبير زي قلعه صلاح الدين صحيح. الموضوع بيكون مبهر جدا صحيح. الحقيقه صحيح. كل الناس اللي راحت بتتحدث عن روعه وجمال المكان واستمتاعهم بالمكان. في اتوبيسات بتدخلك لحد مكان الحفله وترجعك بعد الحفله، فان شاء الله تروحوا وتستمتعوا بالحفلات اللي موجوده. نروح على اي حال، يعني اول مهرجان زي ما قالت هدير، المهرجان بيرفع يعني شعار الموسيقى للجميع، يعني اي حد ممكن يحضر اي حفله لاي نجم، والسعر زي ما احنا شايفين يعني لا يقارن باي حفله من الحفلات اللي سمعنا عنها. النهارده كمان هيكون الحفله للشيخ ياسين التهامي فيعني والخميس نوال الزغبي، كل الناس انهم يروحوا ويستمتعوا صحيح. النهارده في مهرجان محكى القلعه. خلينا نروح لسؤال حلقتنا النهارده، عندنا عدد كبير من التعليقات اللي اتكلمت على قصه هل تركيب الرادارات في الشوارع غير من سلوكك ولا مش ما غيرش. ربما شفنا عدد كبير من التعليقات، وخصوصا واضح ان موضوع المرور يا جماعه مأثر جدا على كل الناس، انا مش هكذب عليكم، لان في ناس بتتكلم على قصدك شوارع التجمع وضواحيها، على اعتبار شوارع التجمع من اكثر الشوارع اللي فعلا اتركبت فيها كاميرات. ده سؤال ايجابي يعني اجابه ايجابيه ونموذجيه، لان فعلا شوارع التجمع هي الاكثر انضباطا والاكثر يعني، يمكن بس هو ساكن في التجمع، لكن الحقيقه هي منتشره في كل الانحاء على كل المحاور وجوه الشوارع. محمد سامي بيقول انا اتعمل لي حوالي 3000 جنيه مخالفات بسبب صور الحزام والموبايل، وكلها متصوره، ومن ساعتها اول ما بركب العربيه بربط الحزام واشغل السماعه. هو ده الانضباط اللي احنا كنا بنتكلم عليه أي. اللي كلنا بقينا يعني ملتزمين بيه بسبب الكاميرات، وده شيء ايجابي جدا الحقيقه، انه اتغرمنا كلنا وزعلنا من الغرامات شويه السنه اللي فاتت، لكن السنه دي اعتقد ان كلنا ملتزمين، لان احنا فاكرين كويس قوي الغرامات اللي احنا دفعناها. لا، في حد من بره مصر سعيد خفاجي بيقول انها حفظت اماكنها علشان المخالفات، مع اني ملتزم بالحزام علشان 14 سنه بره مصر ملتزم بالحزام. طب يا جماعة، يعني اللي بيسافر برا مصر بيشوف الغرامات عاملة ايه، شعب مصر المنتشر في الخليج العربي يعني في دبي او في المملكة العربية السعودية عارفين يعني ايه غرامات. طب احنا بنيجي هنا نتكلم وهناك هناك مش وحش، ناس كتير يا جماعة بتتكلم على هذه القصة. كمان ان احنا في اجازات الصيف كل اهالينا اللي بيبقوا عايشين في الدول العربية لما بيرجعوا ويشوفوا التغيير ده بيكونوا يعني مبسوطين بيه بشكل كبير جدا جدا، لانهم اتعودوا انهم يبقوا عايشين بحالة النظام المروري، واحنا الحقيقه ما كناش بنسوق بالطريقه دي، وكان ينقصنا جدا مساله قوانين المرور الرادعه علشان الكل يلتزم. فلا، اهالينا اللي عايشين بره لما بيرجعوا ويشوفوا هذا الالتزام بيكونوا مبسوطين بيه جدا، وهم يعني ملتزمين بشكل كبير لانهم متعودين على ده. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. هنروح مع حضراتكم نشوف الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. والنهارده هيكون اخر يوم لطلاب المرحله الثانيه للتسجيل في التنسيق الالكتروني في الجامعات الحكوميه والمعاهد. كمان النهارده هيبدا التنسيق الالكتروني للجامعات الاهليه الجديده، ده غير انه في اربع مباريات مهمه في الجوله ال 32 من الدوري المصري. خلينا نشوف من خلال هذا التقرير الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم.
بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم مد فترة تقديم طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد لحد الساعة 7 بالليل النهاردة، وده حرصاً على مستقبل الطلاب وإتاحة الفرصة لمن يرغب في تعديل ترتيب رغباته. النهاردة هتبدأ أول أيام عمل مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية. التسجيل هيكون متاح من النهاردة الساعة 9 الصبح ولحد يوم الثلاث 30 أغسطس. برضو النهاردة هينظم قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي كازالون، وده هيكون الساعة 7 بالليل بمركز كارمة ابن هاني الثقافي بمتحف أحمد شوقي. المعرض هيستمر لحد آخر الشهر. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة. هيلتقي سموحة مع الجونة الساعة 5:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي المقاولين العرب مع فاركو. الساعة 8 بالليل هيلتقي البنك الأهلي مع المصري، وفي نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع الاتحاد. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. دلوقتي ميعادنا مع هيئة الأرصاد الجوية اللي هتقول لنا الجو النهارده عامل ازاي. النهارده الجو هيكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس لسه مكمل في شدته، وهيكون رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحار ورطب على السواحل الشمالية. لكن بالليل الجو هيكون معتدل ورطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي الأنحاء. كمان هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، اللي ده هيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بالليل. خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 37 والصغرى 26، الإسكندرية 33-25، مطروح 33-24، سيوة 39-23، بورسعيد 33-25، دمياط 32-25، الإسماعيلية 38-24، والسويس 37-24. العريش العظمى فيها 34 والصغرى 24، طابة 36-26، كاترين 33-19، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28، الفيوم 38-25، بني سويف 38-25، والمنيا 39-25. أسيوط العظمى فيها 41 والصغرى 26، سوهاج 39-27، قنا 41-27، الأقصر 42-27، أسوان درجة الحرارة النهاردة بتسجل 43 درجة والصغرى 29، الوادي الجديد أيضا 43 والصغرى 25، شلاتين 39-27، أما حلايب العظمى فيها 35 والصغرى 28. خلينا نرجع لهدير ومصطفى نكمل باقي فقراتنا، اتفضل. شكرا لك يا مان. طيب نروح مع حضراتكم لمنتخب مصر للماوتاي، واللي قدر انه يحصد 7 ميداليات في بطوله العالم واللي اقيمت في كوالالمبور، وقدم المنتخب المصري اداء مشرف رغم ان دي المره الاولى اللي بيشارك فيها رسميا في بطوله العالم للبراعم والناشئين والشباب. احنا دلوقتي معانا على التليفون محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. خلينا نعرف من حضرتك الاول ايه هي اللعبه دي؟ انا اعتقد انها حاجه لعبه متعلقه بالدفاع عن النفس، وايه فرقها عن الالعاب الاخرى للدفاع عن النفس؟ الو صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك ومبروك طبعا للميداليات. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك. سعداء بوجودنا معاكم النهارده على القناه الاولى. احنا متشرفين بوجود حضرتك، وكنا عايزين نعرف الناس اكتر عن اللعبه وفرقها عن الالعاب الاخرى للدفاع عن النفس، وبنبارك لك طبعا للتفوق العالمي. الله يبارك في حضراتكم. هي رياضه المواي تاي رياضه من الرياضات النزاليه الجميله، اصلها رياضه تايلانديه تمارس على حلبه ملاكمه، تمارس فيها تقنيات اللكم باليد واللكم بالكوع والركل بالساق والركل بالركبه. يلتزم اللاعب بكامل ادوات السلامه للحفاظ على سلامه اللاعبين، وهي اول اهتمامات الاتحاد الدولي هو سلامه اللاعبين وادوات السلامه اللازمه لذلك. ومن خلال 3 جولات بيمارسها اللاعب مع الخصم بيقدر يحسب نتائج الجوله، وبيحصل اللاعب في نهايه الجوله اللاعب الرابح على 10 نقاط واللاعب الخاسر على 9 نقاط،
بيتم تقييمهم في اخر الثلاث جولات وبيعلن صاحب المكسب من خلال البوينت اللي بيجمعه. ايوه اذا كان لاعب ركن احمر او لاعب ركن ازرق. صحيح. طب انا شايف ان هي قريبه قوي من الكيك بوكسنج ولا هل في فرق ما بينهم؟ لان هي ربما انتشرت طبعاً في عدد كبير من الرياضتين يعني سواء الكيك بوكسنج او المواي تاي رياضات معترف بها من اللجنه الاولمبيه الدوليه ولكل اتحاد منهم اتحاد دولي معترف به من اللجنه الاولمبيه الدوليه وهي تختلف في قوانين التحكيم بتاعتها وتختلف في طريقه اللعب عن بعض. طيب عايزين نعرف من حضرتك استاذ محمد ازاي بتروجوا للعبه لانه اللعبه مش منتشره بشكل كبير علشان يكون عندنا تيم من الناشئين والبراعم يقدروا انهم يحققوا هذه الميداليات عالميا. عايز اعرف من حضرتك اعمار المشاركين ازاي بتوصلوا لهم ازاي بتحضروهم ولو احنا بنتكلم تحديدا عن المشاركه في هذه البطوله. والله كنت حابب انوه برضو لحاجه ان الاتحاد المصري للمواي تاي اتحاد حديث العهد مشهر بقرار وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بقرار رقم 159 لسنه 2020. اتحاد لسه حديث العهد والاتحاد احنا بنتكلم في تقريبا سنتين لكن اول ما دخلنا بطوله عالميه احرزنا 7 ميداليات ما شاء الله. الحمد لله. هو كمان كان متواكب مع فتره الكورونا فاحنا ما اشتغلناش غير السنه اللي فاتت والسنه دي الحمد لله قدرنا نوصل باولادنا وبناتنا يمكن منتخب الكبار قدر انه يحصد شهر 5 اللي فات قدر يحصد 6 ميداليات متنوعه في بطوله العالم وكانت اول مشاركه دوليه برضه للاتحاد ويتليهم الفرحه الثانيه ابنائنا وبناتنا الصغار السن البراعم والناشئين والشباب قدروا يحصدوا 7 ميداليات بواقع 8 لاعبين كنا مشاركين بيهم في بطوله العالم. طيب معلش يا استاذ محمد بما انه الاتحاد لسه حضرتك كنت بتقول انه من 2020 اللعيبه اللي اخذتهم علشان يشاركوا كانوا بيلعبوا ايه قبل كده؟ يعني ازاي كانوا مؤهلين؟ لا في لعيبه فيهم معظمهم كان بيلعب فيتنس اللي كان بيلعب لياقه بدنيه اللي كان لكن مش منتقى من خلال بطوله الجمهوريه تم انتقائه. وتم من خلال تدريب مع مدربين المنتخب واعداد قوي عفوا تم انتقاء اللاعبين والحمد لله قدروا اللاعبين ان هم يشرفوا مصر ويتوعش في النشيد الوطني المصري على اعلى المنصات العالميه وتتويج ابطالنا. دي حاجه عظيمه جدا. ما بين يعني يمكن عندنا الجدير بالذكر اللاعبين تغلبوا على اقوى دول في العالم زي روسيا وكازاخستان وتايلاند في بطوله العالم. رغم انه ممكن يكون تاريخ مشاركاتهم اكبر. الخبره كانت صغيره بس الحمد لله يعني احنا بنقول دايما مصر ولاده ودايما مصر ابطال المصريين بيقدروا يثبتوا نفسهم في جميع الرياضات العالميه. طيب استاذ محمد كنت عايز اسال حضرتك امتى الطفل يقدر يلتحق بهذه الرياضه؟ المدربين بيقدروا يلتحقوا ينتقوا الاولاد صغار السن من اول 4 سنين بيبتدي ان هم يشتغلوا معاهم على رياضه المواي تاي. ورياضه المواي تاي مش متعلقه بسن يعني. عظيم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. اذا موعد موجز الانباء الان بصحبه زميلتنا منى شرقاوي. منى شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، وأضاف أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقة الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم. كما تفقد الرئيس السيسي وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع رجال هايتس ومرافقه السياحية. استضافت أكاديمية نصر العسكرية للدراسات العليا الملحق العسكري لدى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة في ضوء خطط الأكاديمية لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.
وألقى مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متواصل لإعداد الكوادر المؤهلة وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية. دعت الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوجينا لتحديد كافة ملابسات الجريمة. كان جهاز الأمن الروسي قد أعلن عن وقوف الاستخبارات الأوكرانية وراء اغتيال الصحفية، وكشف عن اسم المواطنة الأوكرانية المشتبه بتنفيذها التفجير. يذكر أن الصحفية داريا دوجينا هي ابنة المفكر والفيلسوف الشهير ألكسندر دوجين، ولقيت مسرحها نتيجة تفجير سيارتها بعبوة ناسفة في ضواحي موسكو السبت الماضي. أعلنت بلغاريا استعدادها لاستئناف المفاوضات مع شركة غاز بروم الروسية خشية مواجهة نقص الغاز الشتاء القادم. وقال وزير الطاقة البلغاري روسن هيرستوف أن المفاوضات مع غاز بروم لاستئناف عمليات التسليم بموجب العقد الحالي الذي ينتهي ديسمبر المقبل باتت حتمية، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الوحيد للحصول على سعر مقبول للشركات بعد استدعاء أرباب العمل والنقابات لدعم هذا التغيير في الاستراتيجية. وتعد بلغاريا من أولى الدول التي عانت من إبريل الماضي من انقطاع شحنات الغاز الروسي بعدما رفضت الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز من موسكو. أعلنت شرطة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية عن سقوط قتيل وإصابة اثنين إثر إطلاق نار حي بحي تجاري في المدينة. وأضافت الشرطة أنه تم توقيف سيدة يشتبه بوقوفها وراء عملية إطلاق النار. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية عن تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الشرطة ومسلح قرب مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو الأمريكية. حذر باحثون في الاتحاد الأوروبي من أن موجة الجفاف الحادة التي تضرب أوروبا تتفاقم. وأوضح مرصد الجفاف العالمي التابع للاتحاد الأوروبي أن الجفاف يهدد نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية يؤثران على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلصان المحاصيل الزراعية. نهاية موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما شفنا استقبل في مطار العلمين امبارح الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، بالإضافة للملك محمد بن عيسى ملك البحرين والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. سيادة الرئيس رحب بضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص وأعرب عن كامل التقدير والمودة والمحبة اللي بتكنها مصر قيادة وشعبا لكل الأواصر التاريخية الوثيقة اللي بتجمعها بأشقائها من الدول العربية. خلونا ناخد قراءة عن هذا اللقاء الأخوي للرئيس السيسي بالزعماء العرب. بنرحب معنا في استوديو صباح الخير يا مصر بالدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. صباح الخير، أهلا بحضرتك. دكتور أحمد، كلمنا في البداية عن دلالة المكان، العلمين الجديدة التي تستقبل خمس قادة عرب في أول ظهور رسمي لها إن صح التعبير، مدينة ذكية. شفنا امبارح الفاير ووركس أو الألعاب النارية وإزاي كان الافتتاحات اللي حصلت في مدينة العلمين. المشهد ده بيمثل لنا إيه كمصر وبيمثل للقادة العرب؟ هو طبعا استضافة العلمين لهذا اللقاء الأخوي بين الأشقاء العرب
هو بيعكس مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة، فكرة أن مصر هذه مصر التي تشهد التنمية والازدهار في كافة المجالات، تشهد فكرة المدن الجديدة التي تمثلها العالمين، العاصمة الإدارية، المنصورة الجديدة، بتعكس محاور التنمية التي تعيشها مصر والنهضة الاقتصادية الشاملة. بتعكس أيضا رسالة أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها، لأن الدائرة العربية والعلاقات المصرية العربية هي جزء أساسي من السياسة الخارجية المصرية وجزء أساسي من التحرك المصري. هذا اللقاء بيأتي في سياق اللقاءات الدورية المتكررة التي تشهدها وتشهد بين الرئيس السيسي وأخواته من الأشقاء العرب. يعني نتذكر قمة العقبة في مارس الماضي التي جمعت مصر والأردن والعراق والإمارات. هناك أيضا لقاءات استضافها الرئيس السيسي لقائه مع أشقائه، نتذكر لقائه مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، أيضا لقاء في شرم الشيخ وغيرها من اللقاءات التي بتؤكد أن الآن مصر تقود ما يسمى القاطرة التي تقود العمل العربي المشترك. يعني نقول أن المنطقة تواجه تحديات وهناك أولويات وهناك آليات للتحرك. من هذه اللقاءات اللي نسميها اللقاءات الثلاثية والرباعية والخماسية والثنائية التي تعكس أن هناك سرعة في تتجاوب مع سرعة التحديات وسرعة التحرك. هناك أزمات عالمية لها تداعيات على المنطقة، هناك قضايا مختلفة. العمل العربي الجماعي في صيغة التقليدية القمة العربية لا يسعف التحركات العربية في التعامل مع هذه التحديات. الانتظار لقمة عربية ثم التحرك والعمل العربي المشترك قد لا يتجاوب بشكل كافي مع هذه التحديات الكبيرة. هناك الأزمات العالمية تداعياتها على أمن الغذاء، أمن الطاقة، كل هذا حقيقة بيعكس أن هناك نوع من الحيوية في العلاقات العربية العربية. أن مصر استطاعت في خلال هذه الفترة أن تنقل المنطقة من منطقة مفعول به، من ساحة للصراعات والتدخلات الخارجية والإرهاب والصراعات والنزاعات العسكرية وغيرها. لأي مدى يا فندم تؤثر حالة التشاور والتنسيق العربي العربي على مسألة عدم التدخل في القرار العربي وفي الشأن العربي، وأيضا على ما يحدث يعني من متغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية؟ صحيح، هذه نقطة مهمة، لأن مصر الآن ما يسمى دول قلب الصلب التي تقودها مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية، البحرين، العراق، كلها تمثل دول قلب الصلب، تمثل ما يسمى نقل العالم العربي إلى منطقة فعالة في النظام الدولي، فعالة في التفاعلات الدولية. كانت المنطقة ساحة للتنافسات، ساحة للصراعات، ساحة للتدخلات الخارجية، كان هناك فراغات عربية، كان هناك غياب للدور العربي. الآن تحولت المنطقة إلى فاعل، استطاعت مصر بتلاحمها وتنسيقها مع الزعماء العرب والدول العربية أن تتحول إلى الفاعل المؤثر في إدارة سواء الأزمات العربية والقضايا العربية أو فيما يتعلق بالتفاعل مع الأزمات العالمية. يعني نتذكر أن على سبيل المثال في سياسة في الأزمة الأوكرانية تبنت مصر الدول العربية سياسة الحديد الإيجابي، بناء شراكات مع كل القوى، ليس لطرف ضد طرف آخر، ولكن تعظيم المصلحة العربية، تعظيم المصالح المصرية. المنطقة تحولت إلى منطقة مهمة، رأينا كيف أن التنسيق العربي الذي قادته مصر ساهم في بلورة مواقف عربية تجاه هذه القضايا. جاء الرئيس بايدن في المنتصف الشهر الماضي وكان للدور العربي والقمم واللقاءات العربية دورا في إيجاد موقف عربي موحد يستطيع أن يؤثر وأن يفرض الرؤية العربية في هذه التفاعلات بما يخدم ويعظم المصالح العربية. وبالتالي هذه اللقاءات تعكس أهمية كبيرة. أولا لها بتعكس أن هناك روح جديدة في العمل العربي المشترك. يعني المنطقة العربية تعرضت لهزة فيما يسمى بالربيع العربي وغيرها، وكان هناك نوع من الاهتزاز. يعني دول عربية كثيرة ظهرت في قمة جدة، روح التكامل العربي دي، هل تعتقد أن قمة جدة كانت يعني تدشين لمرحلة جديدة من الندية مع العالم، أو نقدر نقول أن إحنا بقينا أصحاب قرار زي ما كتب وزي ما قرأنا في عدد كبير من التحليلات السياسية؟ أنا في اعتقادي قبل قمة مكة وجدة، يعني هناك تحركات مصرية في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، في هذا العام تحديدا، استطاعت أن تبني ما يسمى الموقف العربي أو الجبهة العربية أو رؤية عربية. هذه الرؤية العربية التي فرضت موقفها على القوى الكبرى، يعني القوى الكبرى الآن أصبحت المنطقة ساحة لكأنها يعني فكرة القبلة للإتيان للمنطقة. يعني الرئيس بايدن جاء، هناك تنافس أيضا روسي للمنطقة، الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور المنطقة الشهر المقبل. صحيح. كل هذا بيعكس أن المنطقة العربية أصبحت منطقة وعيدة ذات مهم ولها أهمية استراتيجية. هذا بفضل أو بنتيجة طبيعية، لأن بعد حالة الاهتزاز في النظام الإقليمي العربي استطاعت مصر أن تحافظ على هذا النظام وأن تعيد مرة أخرى الحيوية إلى فكرة ما يسمى العمل العربي المشترك، التنسيق العربي. الدول العربية لديها إمكانيات، لديها موارد طبيعية وبشرية، وبالتالي فكرة هذا التنسيق
هو بيسير على مسارين، يعني مسار ذا بعد اقتصادي ومسار ذا بعد سياسي. المسار السياسي مواجهه التحديات، مواجهه الازمات، الارهاب، الفكر المتطرف، تسويه الازمات العربيه في ليبيا، في اليمن، في غيرها، بما يحافظ على الدوله الوطنيه العربيه، بما يحافظ على الحلول السياسيه، بما يدفع الى تقليل او تحجيم الادوار الخارجيه المعقده لهذه الازمات. ايضا في البعد السياسي مواجهه يعني دكتور احمد حضرتك بتتحدث عن توحيد الموقف العربي تجاه هذه الازمات، وايضا رؤيه عربيه موحده تجاه الازمات الاقتصاديه الناتجه عما يحدث عالميا. صحيح، يعني هذا في الشق السياسي مواجهه الازمات العالميه فيما يتعلق بتقليل اثار السلبيه للازمات، الازمه الروسيه الاوكرانيه على قضايا مثل امن الغذاء، امن الطاقه، هذه نقطه مهمه يعني في توحيد الموقف العربي. ثم هناك المسار الاقتصادي الذي يسير بالتوازي مع هذا المسار، فكره تعزيز التعاون الاقتصادي العربي العربي، يعني هناك مزايا نسبيه. مصر الان يعني فكره العالمين ان مصر الان تعبر عن الاقتصاد الواعد، الاقتصاد الذي يفتح ذراعيه للاستثمارات الخارجيه بشكل عام والاستثمارات العربيه بشكل خاص. العالمين كمنطقه جاذبه، العاصمه الاداريه، محور التنميه، كل هذه المشروعات بتعكس ان هناك مسار تنموي يسير باتجاه مسار مواجهه التحديات. هذا المسار يقوم على فكره ان التعاون سواء الثنائي بين مصر والدول العربيه، تعاون مصر السعودي، مصر الاماراتي او مصر العراقي، او التاليات الثلاثيه كما راينا مصر والعراق والاردن، كل هذه الاليات والتعاون هو بيحقق عده مزايا. اولا بالنسبه لمصر يدعم الاقتصاد المصري، يعود بالنفع على المواطن المصري لانه يجذب الاستثمارات، وبالتالي جذب الاستثمارات ده هذا بيخلق فرص عمل ومشروعات جديده، وهذا بالطبع له مردود ايجابي سواء على التنميه في الداخل او على المواطن المصري. هذه من ناحيه. في المقابل ايضا بيعود بمردود على المواطن العربي، لان تحقيق تنميه عربيه ونهضه عربيه، هذه البيئه ستجفف بيئه الارهاب والعنف والتطرف. صحيح. لان المنطقه العربيه هتخلق فرص عمل وهتعمل مشروعات. صحيح. خلينا ناخد ده بالتفصيل. عرفنا ان لقاءات السيد الرئيس مع قاده الاردن والعراق كانت يعني قبل ذلك كانت بهدف او كان المحور الاساسي فيها قصه تصدير الكهرباء واقامه محور الشام الجديد او ما اطلق عليه محور الشام الجديد. ثم لقاءات عقدها ايضا الرئيس كثيره مع رئيس دوله الامارات عندما كان وليا للعهد وملك البحرين، وربما يعني كان فيها تناول لموضوعات اكثر بخصوص الاستثمار في مصر. عندما يجتمع الشقين في مدينه جديده تفتتح ربما لاول مره بهذا الحجم، الناس بتقرا يعني لغه الارقام تقول التكامل الاقتصادي العربي هيبقى عامل ازاي. بالطبع هذا يكون لهم اهميه كبيره، لان كما قلنا العلاقات الان لا تقوم على تقوم بالاساس على فكره المصالح المتبادله، المنافع المشتركه، ماذا تقدم مصر للدول العربيه وماذا تقدم الدول العربيه لمصر. مصر الان هي تتمتع بمزايا نسبيه، لديها استقرار سياسي واستقرار امني، ولديها اقتصاد واعد يحقق معدلات تنميه مرتفعه بشهاده صندوق النقد الدولي. صحيح. هناك ما يسمى البيئه الجاذبه للاستثمار، لان العالم بيشهد حاله من الاضطراب سواء في حتى في كما راينا في اوروبا وفي العالم في اسيا. الان المنطقه لها مزايا نسبيه، الاستثمار يبحث عن منطقه الاستقرار ويبحث عن الفرص الواعده، وبالتالي بلغه الارقام هناك استثمارات كبيرة عربية، استثمارات إماراتية، هناك مشروعات واعدة بين مصر مثلا والعراق والأردن، إعادة الإعمار دور المصري في إعمار العراق، هناك مشروعات في الربط الكهربائي، هناك مشروع التكامل الصناعي العربي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، كل هذا بيعكس ملف الأمن الغذائي، ملف الطاقة، ملف الغاز. بالطبع، لأن دائما هناك مشروعان في المنطقة، مشروع قادته دول إقليمية ومشروع خارجي كان يقود إلى فكرة يعني إثارة الفتن، التفتيت، الصراعات، تغذية الإرهاب، العنف. هذا المشروع بدأ يتراجع بشكل كبير أو تقريبا لصالح المشروع الذي اتخذته مصر بالتعاون مع الدول الصلبة، السعودية، الإمارات، الدول العربية، كل هذه الدول. فكرة إيه؟ تحقيق التنمية، مشروع قائم على التنمية، قائم على التعاون الاقتصادي، قائم على فكرة السلام، قائم على فكرة التسوية السياسية، الحفاظ على سيادة الدول، رفض التدخلات الخارجية. هذا المشروع هو الآن هو الذي يسود، لأن هذا في نهاية المطاف سيكون للصالح العام، للصالح الدول العربية، لصالح المواطن العربي ومن المواطن المصري. عندما يشاهد المواطن المصري مدينة العالمين الجديدة وهي تستضيف هؤلاء الأشقاء وهذا العدد من الدول العربية، هي بتعكس حقيقة نقول أنها مرحلة جديدة، يعني مرحلة تحول في المنطقة سواء على الجانب المصري أو الجانب العربي. هناك فرص اقتصادية، هناك شق اقتصادي وشق سياسي، هناك شعور بالأمان، بالأمان أن هناك موقف عربي، هناك وحدة عربية وموقف ورؤية عربية مشتركة تستطيع أن تتعامل مع التحديات المختلفة سواء التحديات العالمية أو التحديات الإقليمية. كل هذا بيعكس أن العالم العربي الذي كان يعني منطقة الكل يتكالب عليها والكل يتنافس عليها والكل الدول الإقليمية أو الدولية تأتي لتخدم مصالحها، الآن أصبح يمتلك زمام المبادرة. هذا يعود لماذا؟ يعود إلى فكرة أن مصر
كدولة تقود فكرة القطرة، فكرة العمل العربي المشترك الذي كما قلنا على مسارات متوازية، مسار اقتصادي، مسار سياسي، وبالتالي هذا اللقاء هو يأتي يمكن النظرة يا دكتور أحمد دلوقتي بالنسبة لناس كتير نظرة اقتصادية، تنمية مستدامة، يمكن كما يعني قرأنا شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في هذا اللقاء الأخوي الخماسي. الحديث عن الاقتصاد ربما يتصدر المشهد لأنه العالم كله بيواجه أزمات اقتصادية جراء طبعا أزمتين كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية. ده صحيح، نقطة مهمة حقيقة عليها، لأن الآن العالم يسعى للتعافي من جائحة كورونا ومن الأزمة الروسية الأوكرانية. أحد أسباب هذا التعافي هو البحث عن فكرة الاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي، البحث عن بناء شراكات مع الاقتصادات الواعدة ومنها بالطبع الاقتصاد المصري. يعني في هذه النقطة يعني رأينا في خلال حتى هذا العام والعام السابق والفترة الأخيرة هناك تسابق من حتى من جانب دول مختلفة غير عربية، يعني أوروبا بناء شراكات مع دول فيشجراد، مع دول في أوروبا، رأينا زيارات. كل هذا بيعني أن العالم بيسعى إلى التعافي الاقتصادي من خلال البحث عن المناطق الواعدة، المناطق التي تحقق نمو اقتصادي لديها فرص. مصر على سبيل المثال سوق واعدة 110 مليون نسمة، لديها الآن فرص كبيرة في الاستثمار في مختلفة مشروعات قومية ومنها بالطبع العالمين. وبالتالي هنا رأس المال العربي خاصة الخليجي بيبحث عن المزايا النسبية التي تمتع بها مصر. هذا اللقاء هو من الناحية الاقتصادية يمثل متابعة لما تم الاتفاق عليه من مشروعات سابقة، لما تم الاتفاق عليه من تفاهمات وبروتوكولات في مجال التكامل الصناعي، في مجال الأمن الغذائي، في مجال الربط الكهربائي، في مجال الاستثمارات، في مجال تكنولوجيا المعلومات. ثم هناك القضية المهمة وهي قضية فكرة التنمية المستدامة والتغير المناخي. يعني مصر ستستضيف النسخة 27 من مؤتمر المناخ في نوفمبر. بالزبط. العام القادم ستستضيف الإمارات النسخة 28. صحيح. وبالتالي هذا بيعكس هناك أن هناك دور عربي أو رؤية عربية أو تحرك عربي لقيادة مواجهة قضية من أخطر قضايا تواجه العالم الآن. أنا في اعتقادي أنها تهدد السلم الأمن الدولي، لأن ضحايا التغير المناخي أصبحت تفوق ضحايا الحروب التقليدية. يعني الآن عندما ننزل أوروبا هناك جفاف، هناك أنهار تجف، هناك حرائق في كل مكان. هذا يعني أن التغير المناخي أصبح واقع ملموس. الرهان على ماذا الآن؟ في ظل حالة الاستقطاب العالمي بين الدول الكبرى، بين الصين وأمريكا والصراعات الأزمات السياسية، هناك رهان على أن مصر والدول العربية هي تقود فكرة الطيار الذي يوحد أو يعمل توافق عالمي لمواجهة هذه القضية. ولذلك تسعى مصر من خلال التوافق العربي وجبهة عربية، من خلال التوافق مع القوى الكبرى للعمل على ضمان نجاح مؤتمر شرم الشيخ والخروج بمخرجات كما قال الرئيس السيسي قابلة للتطبيق، عملية قابلة للتطبيق على خلاف المخرجات والقرارات التي صدرت في مؤتمرات المناخ السابقة لم تنفذ فيما يتعلق بتعهدات الدول الكبرى، فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه الدول النامية في أفريقيا. وبالتالي هذا اللقاء هو يمثل أهمية كبيرة، هو محطة من ضمن محطات العمل العربي المشترك الذي أعاد الحيوية إلى فكرة القوة العربية، النظام العربي، أن الدور العربي الآن أصبح دور فاعل، دور فاعل سواء فيما يتعلق به التفاعلات الاقتصادية العالمية، تعلق بالتفاعلات السياسية. سمو أمان ربما يا دكتور أحمد أمام نظام عالمي مختل الأركان لو جاز التعبير. بالطبع، يعني الآن الدور العربي والقوى الكبرى والنظام الدولي بيشهد مرحلة تحول من أحادية قطبية بأمريكا إلى يعني تعدد قطبية، هناك قوى صاعدة الصين وروسيا. وبالتالي في هذا هنا بيتم التوظيف أو الاستثمار الفرص من الناحية العربية، أن هذه القوى الكبرى تتنافس، الدول العربية تتبنى سياسة الحياد الإيجابي، هناك قوة على موقف عربي موحد، كلمة عربية قوية بتعطي رسالة للعالم أن العالم العربي ما لديه إمكانيات اقتصادية وموقع استراتيجي وتفاعلات سياسية أصبح فاعل في هذه المعادلة الجديدة. هذه من ناحية، من الناحية الأخرى أن العمل العربي كحيويته، يعني كنا يعني كان نادرا أن نلتقي بلقاءات عربية، كان هناك نوع من يسمى التباعدات العربية العربية، هذا أثر سلبا على فرص التنمية في المنطقة، فكرة تكلفة الفرصة الضائعة. عندما نتكلم على أن التعاون العربي بيخلق فرص وبيعزز التنمية، لأن تنقية الأجواء العربية ووجود تقارب عربي وهذه اللقاءات الدورية هي تمثل آلية مهمة، آلية مؤسساتية حتى لفكرة المتابعة صحيح. فكرة ما تم إنجازه، تقييم ما حدث، يعني إذا كان هناك بعض العقبات يمكن إزالتها، هناك يعني إضافات جديدة في التعاون صحيح. يعني فتح فرص جديدة. وبالتالي هي لقاءات مهمة بشكل أخوي، مواكبة كمان يا دكتور لكل ما يحدث عالميا، لأن كل يوم في متغير، وإحنا بنتكلم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، فلابد أنه أي شيء بيحدث هناك بيؤثر على الدول العربية بشكل كبير. فمسألة أنه يكون في مواكبة ورؤية عربية داعمة وموحدة للعرب لما يحدث طبعا بقى خارجيا وتغيرات خارجيه شيء مهم جدا. بالطبع ده حقيقي، واحنا شفنا الازمه الروسيه الاوكرانيه كيف ان العالم العربي كان لديه رؤيه واضحه
فكره عدم الانحياز لطرف اخر. صحيح. فكره ان العالم العربي دخل فكره التركيز على فكره التسويه السلميه للازمه، لان استمرار الازمه لها تداعيات سلبيه على الامن الطاقه وامن الغذاء العالمي، وبشكل عام الحروب الكل فيها خاسر، لا يوجد رابح في اي حرب. صحيح. او اي صراع، وبالتالي الرؤيه العربيه تبنت الحياد الايجابي، يعني الجماعه العربيه تقدم بمبادره للوساطه بين روسيا وبين اوكرانيا. ايضا عندما جاء الرئيس بايدن لجده والتقى بالزعماء العرب ومنهم الرئيس السيسي، وكانت رساله ان العالم وامريكا والقوى الكبرى تحتاج الى المنطقه العربيه اكثر مما تحتاج المنطقه العربيه هذه الدول. صحيح. بمعنى اخر، حتى في امن الطاقه هي تعتبر وزنه لامن الطاقه العالمي فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي، فيما يتعلق بايجاد نوع من الضبط والتوازن في النظام العالمي، لان هناك نوع من الاستقطاب الحاد حاليا نشهدها بين القوى الكبرى، سواء امريكا من ناحيه او الصين من ناحيه. كل هذا له تداعيات ومردودات سلبيه على القضايا العالميه، ومنها بالطبع المنطقه العربيه، وبالتالي وجود رؤيه عربيه وموقف عربي هذا بيمثل اهميه كبيره للصالح العربي، لصالح المنطقه. ولذلك هذه اللقاءات بتاتي في السياق دائما بلوره المواقف، التعامل مع المتحديات، مع التحديات، المتغيرات الجديده. صحيح. وايجاد موقف عربي يعظم من المصالح العربيه. احنا عندنا بالفعل يعني مجموعه من المكاسب نقدر نقول ان احنا يعني خدناها من خلال هذا المشهد. اللقاء الاخوي اللي جمع الرئيس السيسي باربعه من كبار القاده العرب في مدينه جديده، يعني احنا يعني كمصريين فخورين جدا بهذا الافتتاح المبدئي لهذه المدينه، اللي ربما هتكون عاصمه ثانيه زي ما كانت شرم الشيخ بتستقبل عدد كبير من الزعماء والقاده. النهارده هتبقى العلمين اللي فيها مقر الحكومه ايضا هتستقبل عدد كبير من الزعماء القاده. شكرا لتحليلك دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه في مركز دراسات الاهرام. شكرا جزيلا لحضرتك، ويعني ربما لخصت قراءه لهذا الموقف ولهذا اللقاء الاخوي الذي عقد في مدينه العلمين الجديده. شكرا جزيلا دكتور، منورتنا. نروح دلوقتي مع حضراتكم للعلمين وسباق الهجن اللي بيعد واحد من أقوى منافسات الهجن في المنطقة، وهيشارك فيه 900 جمل من كل المحافظات، وهيكون كمان فيه من مناطق سيناء ومطروح والصعيد وكمان محافظات القناة والوادي الجديد. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. فعاليات سباق الهيجن ستنطلق اليوم على أرض مضمار نادي الهيجن بالعلمين، والتي يتم تنظيمها برعاية ودعم اتحاد سباقات الهيجن الإماراتي، وحيث يعد السباق الحالي الرابع رسمياً على أرض ميدان العلمين. السباق الحالي هو الأقوى من نوعه في التنافس، خاصة أنه يتنافس على أول الأشواط 900 جمل من كل محافظات مصر، سيتم توزيعهم على 32 شوطاً على فترتين، بجانب انطلاق 12 شوطاً على مسافة مضمار السباق وهو 5 كيلومترات. استعدادات السباق تم التجهيز لها طوال الأسبوع الجاري، وحيث حضرت الهيجن منقولة من مناطق سيناء ومطروح وصعيد مصر ومحافظات القناة والوادي الجديد، ووصلت لميدان سباقات الهيجن بالعلمين استعداداً للمنافسات. تجهيزات جديدة تم تنفيذها في ميدان هيجن العلمين الذي يعد من أهم ميادين سباقات الهيجن في مصر، وحيث تم تركيب بوابات مجهزة وإنشاء مسارات وطرق جديدة ومقصورة رئيسية ومنصة مشاهدة ومناطق خدمات إضافية. أهلا بكل مشاهدينا من جديد، دلوقتي جاء ميعاد مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب حقق بطولة أمم أفريقيا للشباب على حساب تونس بنتيجة 3-1، ومنتخب مصر حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17 قبل ما يحقق الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-22. تونس حسمت الشوط الثالث لصالحها بنتيجة 25-21 قبل ما يرجع تاني الفراعنة ويحسموا اللقاء بشوط ثالث بنتيجة 25-23. مع التتويج باللقب حقق نجوم مصر حمزة الصافي أفضل ضارب مركز رابع بالبطولة، وأحمد إبراهيم أفضل حائط صد.
ومنتخب شباب مصر لكرة اليد فاز على الكونغو بنتيجة 40-23 في تاني مشوار ليه في البطولة الأفريقية في نسختها 29 للشباب لكرة اليد واللي بتستضيفها رواندا في الفترة من 20-29 أغسطس. هيلتقي منتخب شباب اليد مع الجزائر بكرة بعد ما حصلوا على راحة النهاردة. ونروح للدوري الإنجليزي الممتاز والقمة اللي جمعت بين مانشستر يونايتد وليفربول واللي خلصت بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة رقم 3 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. وبكده مانشستر يونايتد اتقدم للمركز ال14 برصيد 3 نقاط وليفربول في المركز ال16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين. بالرغم من هزيمة ليفربول إلا أن بالهدف اللي أحرزه نجمنا المصري محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي للريدز قدام مانشستر يونايتد. أخبارنا الرياضية خلصت لكن كلامنا في الرياضة لسه مكمل مع هدير ومصطفى هيتكلموا أكتر عن تفاصيل رياضية. تفضل. شكرا ليك يا منى. والنهارده هنتابع مع حضراتكم نادي الزمالك اللي هيواجه الاتحاد السكندري ويكمل الزمالك مشوار تألقه ويؤكد استحقاقه للدوري اللي حسمه بشكل كبير رسميا بعد هزيمه بيراميدز امبارح من فيوتشر اف سي. موسم قوي وحماسي قدر فيه الزمالك انه يلفت انظار الجميع بشكل كبير جدا. موسم كمان شفنا فيه يمكن في الاول كان في صراع على القمه بين الزمالك وبيراميدز وخرج الاهلي من المنافسه. خلونا نقترب اكتر من هذا الموسم الاستثنائي للدوري المصري الممتاز مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ. زي ما بنقول يمكن الزمالك قدم موسم استثنائي هذا الموسم. شايف كلمة السر هنا ايه؟ هل فريرة؟ هل النجوم الشباب برضو اللي احنا شفناهم اداء كبير من زيزو ونيمار؟ يعني شفنا شكل مختلف للزمالك في الدوري. لا هو في الاول هو عنده استقرار فني طبعا، هو ما غيرش المدير الفني في نص الموسم، جايب مدير فني على خبرة ومعرفة، دي الولاية التانية بالنسبة له وبالنسبة لنادي الزمالك. يعني هو جاي في 2015 أغلبية النجوم اللي موجودين هو عارفهم كويس، فبالتالي هو عنده خبرة. اتنين بيعرف يتعامل ازاي مع اللاعب المصري، مش ما عندوش فكرة ان هو يحول اللاعب المصري لاعب أجنبي يعني في كل حاجة. لا هو عارف هيتعامل معاه ازاي، هيحتويه ازاي، هيبدأ يشتغل معاه ازاي، هيبدأ يعالج مشاكله ازاي. فبالتالي فيريرا هو الاستقرار الفني الكامل اللي هو موجود، عنده مجموعة من النجوم اللي هو ما غيرهمش او ما اضافش عليهم جديد، يمكن هو كان عنصر واحد اللي دخل اللي هو سيف الجزيري، لكن الكل كان ثابت. ما عندوش نسبه اصابات كتير، ما عندوش اجهاد، لا اجهاد ذهني ولا اجهاد بدني ولا مشاركه في عدد كبير من البطولات ولا دخول في عدد كتير من المباريات اللي هي تخلي اللعيبه بتاعته بتعاني من الاجهاد. حتى نسبه المشاركين مع المنتخب كانوا معروفين عدد محدد. يمكن زيزو لما دخل المنتخب ما شاركش زي مثلا احمد ابو الفتوح اللي هو كان عنصر اساسي مع كيروش. فبالتالي كل العوامل دي تخلي كفرقه مستقره فنيا، كفرقه نجومها فايقين بشكل كبير قوي، ده بيخليه ان هو يحرز بقى البطوله المفضله اللي هو بينافس عليها او عايز يدافع عن اللقب بتاعه. فدافع عن اللقب لان هو كان حامل اللقب قبل كده، فدافع واحتفظ بيه، بالاضافه الى انه استعاد الكاس القديم. يعني قرار اعاده الكاس القديم جاي لصالح الزمالك لان هو كان قدامه ماتش واحد مش ماتشين، فوصل للنهائي فاز على منافس تقليدي فاحتفظ بالبطولتين. فبالتالي هو العوامل كلها كانت مساعده للزمالك ان هو يحتفظ باللقب ويفوز باللقب. تعتقد الزمالك هيستمر بهذا الأداء في المواسم القادمة؟ يعني شفنا موسم استثنائي للزمالك، يعني هل تراهن ان هو برضه يفضل بنفس المستوى؟ لا كل بص بقى كل موسم وليه العوامل المحيطة بيه، ما تقدرش تحكم على الموسم الجاي زي الموسم ده. ليه؟ لأن تغيرات الفرق كتيرة، مش هنتكلم بقى على المنافس التقليدي، لا أنت عندك فرق تانية طالعة وطالعة بقوة. يعني ما تيجي تتكلم عن فيوتشر حقق ده أول مرة في الدوري، حقق أهداف كتيرة جدا بالنسبة له، اللي هو إيه؟
انا فزت بكاس الرابطه في اول بطوله واول نسخه. اتنين، انا دخلت مع الكبار في المربع الذهبي اللي انا رايح له. ثلاثه، انا رحت افريقيا الكونفدراليه، فدي قوى قرويه طالعه لك هتبدا تعمل لك تغير في شكل البطوله. بيراميدز برضو ما عملش جديد بالنسبه له السنه دي، لان هو عمل ايه؟ كان بينافس على المركز الثالث، طلع المركز الثاني، راح كونفدراليه زي السنه اللي فاتت. فدي برضو قوى كرويه انت لازم تبص لها. هتبص على سموحه، هتبص على طلاع الجيش، في فرق جايه لك هتبدا. طب والاهلي؟ والاهلي، والاهلي ده طبيعي، انا بتكلم بعيدا عن الاهلي، لكن انا بتكلم على الفرق اللي هتبدا الصاعدون الجدد يعني. اللي هتبدا تنافس على البطوله السنه الجايه دي، هتلاحظ ان الامور مش هتبقى سهله لا بالنسبه للاهلي ولا هتبقى بالنسبه لكن للزمالك. لكن مكتسبات الزمالك من الدوري السنه دي واللي حصل، يعني احنا بنتكلم مثلا عن تجديد لفيريرا، بنتكلم عن ده طبيعي، رحيل لبعض الاسامي الكبيره او لا، يعني زيزو مثلا في عرض من الريان القطري برقم كبير جدا. لا زيزو مش هيمشي، زيزو لسه عقده ممتد. بصي، اي لاعب في نادي الزمالك عشان يمشي لازم يبقى موافقه نادي الزمالك حتى لو انتهى عقده. العرض ده جاله هو شخصيا لسه، بعيدا عن ان لسه ما حصلش كلام معاه، جايله. بصي، جايله عروض كتيره جدا، مش هيقدر زيزو كلاعب ذكي، لاعب شاف الاحوال بالنسبه للاعيبه اللي هي كانت نجوم في الفرقه وتصرفت من تلقاء نفسها، ايه اللي حصل لها؟ فبالتالي هو مش هيقع في نفس الغلطه. هو لازم هياخد موافقه نادي الزمالك، يعني لو عايز يروح جاي له عرض بمليون دولار. والزمالك ممكن يستغنى عن حد من اللعيبه. هو عمل صفقتين، اعتقد ان الصفقتين متألقين كانوا، الصفقتين اللي هو عملهم في الفتره دي يعني هيفرقوا طبعا، لكن مش هيقدر يستغنى عن العناصر الرئيسيه زي زيزو، زي احمد ابو الفتوح، زي سيف الجزيري، يعني في زي امام عاشور، في مجموعه كده هو بيرتكز عليها، فمش هيقدر يغير فيها كتير. لكن انا بتكلم على مبدا التفاوضات اللي هو ايه، لو لاعب جاي له عرض ان هو يمشي وعقده ساري او حتى عقده مش ساري، لازم هياخد موافقه النادي، لان هو هنا النادي هيساعده انه العرض بتاعه يبقى اعلى. وبعدين عنده نماذج، اعتقد ان كل لعيبه الزمالك ابرز العناصر الشابه اللي الزمالك راهن عليها وتعتقد ان هو يعني حسام عبد المجيد لاعب كويس جدا، عنده احمد سيد نيمار لاعب كويس جدا، سيف جعفر لاعب كويس جدا، ابن اسامه نبيه لاعب كويس جدا، في مجموعه كده. ده كلمه السر في النجاح بالاضافه لفيريرا. الست شباب دول هو فيريرا اعتمد عليهم بشكل قوي جدا، فبالتالي دعم فرقته. هو مطلع مجموعه ثانيه مع التوليفه بتاعه الاساسيين اللي هو حافظ عليها، هتلاحظ ان هو ما بيغيرش كتير في القوام الرئيسي. في نفس الوقت انت اللعيبه نفسها عندها دافع ان هي تحافظ على اللقب مع وجود اداره. طبعا هو عارف قوه الاداره، خلي بالك الاداره في العقوبات ما كانتش بتستنى، يعني اي لاعب عمل حاجه هو شايف ان هي مش كويسة فكان بيطلع العقوبة على الهوى، يعني فلان ده أنا عاقبته بكذا، فلان ده أنا عاقبته بكذا. العقوبة السريعة بتخلي اللاعب يبقى عامل حساب الإدارة إن هي أنا لو عملت حاجة مش هتعجب الإدارة هتعاقب. وبعدين هو باصص على أكتر من لاعب كان نجم كبير وتعاقب، فبالتالي دي بتعمل نوع من الانضباط داخل. هي اداره نادي الزمالك الحقيقه رهنوا على الشباب، واعتقد انهم كسبوا الرهان بشكل كبير. اي حد بيراهن على الشباب بيكسب. صح. يعني ما هو برضو الاهلي راهن على مجموعه كبيره جدا من الشباب. المهمه بتاعه شباب الاهلي اصعب من مهمه شباب الزمالك. مهمه شباب الاهلي ان القوه هو العناصر كلها الرئيسيه لشباب الاهلي كان عندها مهمه واحده بس، ان هي تقدر تنفذها خلال الفترة دي، ان هي تدافع عن النادي الاهلي بحيث انه يحتفظ بهذا المركز، ولو قدر ياخد الثاني اهلا وسهلا، لكن العناصر دي كان عليها مهمة صعبة جدا. لكن هناك حالة من الاخفاق للنادي الاهلي خلال الموسم ده، شايف ازاي اللي جاي للاهلي؟ يعني هيعوضوا اللي حصل في الموسم ده ازاي؟ الاهلي احنا بنتكلم على صفقات جديدة مثلا، تدعيم لخط الدفاع وخط الوسط. نتفق على مبدأ الاول، ايه اللي خسره الاهلي في الموسم ده؟ يعني ايه الخسائر بتاعت الاهلي في الموسم ده؟ اللي هو ايه؟ اللقب لتاني مره. ادي هي دي الخساره الوحيده. الحاجه الثانيه واداء غير موفق، مش بس اللقب يعني. بص، ما هو الاداء ده نتيجه لعوامل، العوامل دي احنا متفقين عليها من 2019 2020، اللي هو ايه؟ انت لعبت اربع سنين ك
كاملة بنفس الفرقة دي. فده إجهاد ذهني وبدني، الفرقة وقعت منك. أنت لعبت كأس عالم، لعبت بطولة أفريقيا، لعبت منتخبات، لعبت دوري، لعبت كأس قديم، لعبت كأس جديد، يعني عندك إيه عوامل. لكن فبالتالي الأداء لازم يظهر كده. لكن أنت خسرت إيه السنة دي؟ الدفاع عن اللقب. البعض بيشوف ان المركز الثالث ده نوع من الخساره الرهيبه، يعني ازاي الاهلي بقى في الثالث؟ سبب في الخساره دي ولا هو لا ما ينفعش يتحمل؟ انا ما اقدرش احمله لونه، انا بتكلم على النظره. لكن الراجل بقى له جاي من شهرين مع فرقه. تعتقد هيكمل ولا مش لا يكمل؟ لان المفروض ان انا مدي لك، او انا مدي لك العناصر الرئيسيه عشان تنفذ بيها. انا مدي لك مجموعه من الشباب كان مفروض قاعدين بيتفسحوا عشان عندهم بطوله جمهوريه. فجبتهم، انا حافظت على الهدف اللي انت عايزه. لكن انا بتكلم الاهلي النهارده راح بطوله افريقيا ولا ما راحش؟ راح دوري رابطه الابطال دور ال 32، بيبدا يتكلم هو وصيف النسخه اللي بقى اللي قبل كده. اتنين، حافظ على قوته وحافظ على الفرقه بتاعته بقرار اللي هم ريحهم خالص عشان عنده موسم جديد. ده قرار. لكن انا الاهلي بالنسبه للمركز الثالث اللي احنا باصين له ان هو خساره كبيره جدا بالنسبه للاهلي، لان هو دايما بيبقى ايه في المركز الاول، فما ينزل للثالث في دوري كل اللي بيعمله انه بيأهله. الاهلي على فكره غريبه جدا ان مثلا فرق زي طلائع الجيش وسموحه ما نزلتش الاهلي المركز السابع. دي كانت اغرب حاجه في اللي انت لازم تلاحظها. الاهلي في المركز الثالث قدامه بيراميدز، بينه وبين بيراميدز قد ايه؟ 3 نقط او 4 نقط، فما عندوش خسائر كتير. الرهان على الانديه الجديده، انا فاكر وانا صغير كان في فرق كتير جدا كان في ناس بتشجعها، يعني زي الترسانه مثلا، ويوم بعد يوم النوادي دي بتختفي، يفضل وصفي القمه الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي. النهارده بنشوف بيراميدز، بنشوف فيوتشر، بنشوف البنك الاهلي، بنشوف سيراميكا كليوباترا. هل تعتقد ان في يوم من الايام ممكن المعادله دي تتغير؟ هقول لك على حاجه، مفيش فرقه بعد يعني السنه دي اعتبرها خلاص احنا قفلنا. السنين الجايه مفيش فرقه هتقدر تسيطر على الدوري اكتر من مرتين. ليه؟ لان القوى الكرويه والنظره، التغيير اللي بيحصل في التغيير الاداري، التغيير في منظومه بالزبط. كره القدم. ايوه، ان انت بس خلي بالك هو تغيير بسيط، احنا لسه ما رحناش للتغيير اللي هو يخليك زي اوروبا، اللي هو ايه؟ ان انت تخصخص الانديه كلها. انت دلوقتي النادي الاهلي تغير بقى شركات، فيوتشر شركات، بيراميدز شركات، سيراميكا كليوباترا، فاركو، كل دي شركات. فانت النهارده رايح لقصه تانية. النادي الانديه لو ما خدتش راس المال ممكن يلعب دور هنا برضو يا فندم، يعني الانديه دي ممكن تكبر وممكن تعرف تشتري لاعبين. مش راس المال يعني مش راس المال بس، مال الاداره، الاداره طبعا، ما الاداره برضو. ما انا عندي راس مال ممكن ايه، ما هو بيراميدز كان عنده راس مال بس ما حققلوش بطولات. لكن هو الفتره الجايه بقى هتبدا، بس خلاه وصيف واول مره، وهو نادي اصلا بقى له كام سنه، يعني برضو ناخد الجملتين. لا، ما هو الوصفه ما تديلكش، لكن لازم ما يبقى عندك راس مال وعندك اداره تاخد الاثنين، تاخد بطوله وتصنع فرق. الاداره الجيده مهمه الإدارة جدا طبعا، اداره المنظومه نفسها. فانت النهارده هتلاقي عند ما لو قارنت بيراميدز بفيوتشر، يبقى فيوتشر رقم واحد في الاداره، لانه ايه في نص سنه عمل تحقيق اهدافه اكتر، اللي هو ايه؟ دخل مربع ذهبي، خد بطوله فعلا اللي هي كاس الرابطه، راح افريقيا. طب الاهلي محتاج صفقات جديده في وجهه نظرك؟ الاهلي هيبدا، بس مش في الصيفي. رمضان صبحي قبض رغبته في العوده طبعا، لكن ده يعني موضوع لسه. الاهلي في القيد الصيفي مش هيجيب صفقه، اللي هي الصفقه اللي تقدري تتكلمي عنها اللي هي خارجيه. كل تركيبه النادي الاهلي دلوقتي مع شركة الكرة اللي هو عاملها، اللي هو ايه، انا اجيب صفقات استثمارية وصفقات بطولة. فهتلاقي القيد الصيفي لسه ما عندوش العائد المالي، هيجيب كلها صفقات داخلية، يعني ياخد من فيوتشر، ياخد من سيراميكا، ياخد من الفرق دي.
القيد الشتوي اللي هيفرق مع النادي الاهلي، لانه هيكون باع حقوقه خلاص، باع الحقوق التجاريه، باع حقوق البث التلفزيوني، بدات مداخيل الشركه تكبر شويه، عنده فلوس كتير نتيجه لاعارات لعيبه، نتيجه لبيع لعيبه، فهتبدا القيد الشتوي تبداي تبصي على الصفقات بتاعتك. طيب اخيرا مان يونايتد وليفربول، ومحمد صالح امبارح سجل هدف، وطبعا المباراه انتهت لصالح كده يورجن كلوب لازم يمشي يعني، لانه ليفربول في المركز 16 مش ممكن يعني. محمد صلاح بشكل كبير بقى هداف، اعتقد 11 مباراه قدام مان سيتي جاب فيهم 10 اجوال، هداف التاريخي لليفربول ضد مان يونايتد. واحنا بنتكلم طبعا انه يعني 19 دوري لليفربول و20 دوري لمان سيتي، فاعتقد انه ليفربول لسه احنا الدوري الانجليزي معودنا على فكره في بدايته بيبقى بالشكل ده، انت يعني البعض بيشوف ان ليفربول ممكن ازاي يحصل، لكن ليفربول لسه الدوري الانجليزي دايما هتلاقيه في تقلبات يوميا، وكل اسبوع بتلاقي، وكل اسبوع هتلاقي محمد صلاح برضه عامل انجاز اكتر من انجاز اللي هو بيعمله، فانت لسه قدام تنافس قوي جدا يعني. حتى الماتش بتاع نيوكاسل ومانشستر سيتي انت قاعده مستمتعه بهذا التنافس والاهداف اللي هي بتيجي في لحظه، وقدره نيوكاسل ان هو يحرج مانشستر سيتي اللي هو فائز بالبطوله. فالدوري الانجليزي لسه ليفربول جاي، ولسه محمد صلاح طبعا عنده مهام خاصه مع غياب مانين، فعليه العبء اكتر وعليه النظر اكتر في البطوله دي بالذات او النسخه دي بالذات. صحيح. تقدر تعول يعني، تقدر تراهن على محمد صلاح في الفتره اللي جايه؟ لا في حاجات كتير. محمد صلاح مش كلاعب كره بس، محمد صلاح ليه ادوار اجتماعيه كتير، وليه ادوار انسانيه كتير، وليه ادوار مع الشباب كتير. انا بتكلم على ليفربول طبعا. لا مع ليفربول هو هيبقى قائد التاريخي بالنسبه لليفربول يعني، هو على فكره هو دوره في الفتره الجايه ان هو هيبقى المهام عليه اكتر، العين عليه اكتر، المساعدات اللي هيعملها للفرقه هتبقى اكتر. فمحمد صلاح مش هيكتفي بس ان هو يبقى الهداف التاريخي بالنسبه ليه، هيكتفي ان لازم هيوصل يبقى القائد التاريخي بالنسبه لليفربول. واعتقد انه يمكن ده امبارح بين في الماتش ما بين مان يونايتد وليفربول بشكل كبير. احنا هو مؤثر على زملائه بشكل واضح يعني، بيقدر ان هو يسيطر عليهم بشكل واضح. طارق رمضان الناقد الرياضي، شكرا على وجودك معنا. شكرا. والتحليلات الكرويه اللي دايما يعني في الجول، شكرا جزيلا على وجودك معنا. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لموجز واهم واخر الاخبار مع منى. اتفضلي يا منى. شكرا هدير. التاسع صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، وأضاف أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقة الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم. كما تفقد الرئيس السيسي وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية. دعت الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا لتحديد كافة ملابسات الجريمة. وكان جهاز الأمن الروسي قد أعلن عن وقوف الاستخبارات الأوكرانية وراء اغتيال الصحفية، وكشف عن اسم المواطنة الأوكرانية المشتبه بتنفيذها التفجير. يذكر أن الصحفية داريا دوغينا هي ابنة المفكر والفيلسوف الشهير ألكسندر دوغينا، لقيت مصرعها نتيجة تفجير سيارتها بعبوة ناسفة في ضواحي موسكو السبت الماضي. أعلنت بلغاريا استعدادها لاستئناف المفاوضات مع شركة غازبروم الروسية خشية مواجهة نقص الغاز الشتاء القادم. وقال وزير الطاقة البلغاري روسن هاريستوف أن المفاوضات مع غازبروم لاستئناف عمليات التسليم بموجب العقد الحالي الذي ينتهي ديسمبر المقبل باتت حتمية، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الوحيد للحصول على سعر مقبول للشركات بعد استدعاء أرباب العمل والنقابات لدعم هذا التغيير في الاستراتيجية.
وتعد بلغاريا من أولى الدول التي عانت في إبريل الماضي من انقطاع شحنات الغاز الروسي بعدما رفضت الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز من موسكو. حذر باحثون في الاتحاد الأوروبي من أن موجة الجفاف الحاد التي تضرب أوروبا تتفاقم. وأوضح مرصد الجفاف العالمي التابع للاتحاد الأوروبي أن الجفاف يهدد نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية يؤثران على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلصان المحاصيل الزراعية. أعلنت شرطة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية عن سقوط قتيل وإصابة اثنين إثر إطلاق نار بحي تجاري في المدينة. وأضافت الشرطة أنه تم توقيف سيدة يشتبه بوقوفها وراء عملية إطلاق النار. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية عن تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الشرطة ومسلح قرب مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو الأمريكية. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. يمكن عدد كبير جدا من المؤسسات في مصر بتستعد للمشاركة في مؤتمر المناخ اللي هنعقد في شرم الشيخ، منها معهد علوم البحار والمصائد اللي جاهز ربما عدد كبير من الأوراق للمشاركة في هذا المؤتمر. ليه ده بيحصل؟ لأن التغيرات المناخية اللي بتأثر بشكل كبير على ملامح الحياة البحرية مهمة جدا، ويمكن رصدها هذا المعهد. هذه التغيرات لها تأثير على الشواطئ، ليها تأثير على السواحل، ليها تأثير على المياه، ليها تأثير على الكائنات البحرية، على الشعاب المرجانية. إزاي رصدنا كل ده في معهد المصائد والبحار؟ عشان كده في مطالب ربما وضع آليات للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات. خلينا نتعرف بشكل أكثر تفصيلا مع الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، اللي ربما هيكلمنا عن هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين وحضراتكم جميعا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية خلينا أسأل حضرتك، بالتأكيد يعني مشاركتكم هتبقى فعالة لأنكم عندكم أوراق مهمة جدا رصدتوا فيها ملامح تغيرات حصلت في الحياة البحرية المصرية، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في البحر الأحمر، على كل الكائنات اللي عايشة في هذه المياه. رصدنا إيه قبل ما نخش في استعدادنا؟ تمام سعادتك. هو نعرف بس شادة المشاهدين إيه هو التغير المناخي أو إيه هو الاحتباس الحراري. القصة بيبقى فيه على الغلاف الجوي للكرة الأرضية غاز ثاني أكسيد الكربون بليفل ستاندر معين بتركيزات معينة. نتيجة ده اتزان طبيعي. أيوة. نتيجة الثورة الصناعية للدول المتقدمة زي الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا، ابتدى في انبعاث عالي جدا من ثاني أكسيد الكربون. الانبعاث العالي ثاني الكربون، يعني لو جينا بصينا نلاقي إن الصين 28% من الانبعاثات، بعديها أمريكا حوالي 20 أو 18، وبعد كده الاتحاد الأوروبي حوالي 14، وبعدين روسيا 6% من حجم الانبعاثات على الكره الارضيه. الصناعه اللي عندهم اللي هم كسبوا منها حصل ايه؟ ان زود التركيزات بتاعت ثاني اكسيد الكربون. يعني ايه تركيزات؟ يعني انت حضرتك لو فرضنا ندي مثال بسيط، ان غاز ثاني اكسيد الكربون ده عباره عن غلاف ازاز. ايوه. الاشعه بتمر منه فبيدي حراره للاوضه اللي حضرتك قاعد فيها. تمام حضرتك؟ بيحتفظ بمرور الحراره والباقي جزء منه بينعكس. لو فرضنا ان جوه الاوضه دي عملت دبل ازاز تاني، زود التركيز بتاع ثاني اكسيد الكربون كانك غلاف زجاجي تاني جوه غلاف الزجاجي بتاع الاوضه دي، هتلاقي الحراره زادت ايه؟ بالزبط. اكتر. طيب الكره الارضيه تتحمل قد ايه الحراره؟ لما زادت نتيجه زياده درجات الحراره، متوسط درجه الحراره على مستوى الكره الارضيه حوالي 14 15 درجه. فالمتوسط ده لما يزيد بالمعدل، هو زاد درجه ونص اظن، درجه ونص لسه. هو لو وصل لاثنين هتحصل مشاكل، لو وصل لثلاثه ايه اللي هيحصل؟ الدرجه دي او الدرجه والنص لما يزيد الاثنين، عندنا في القطب الشمالي
والقطب الجنوبي عبارة عن صفائح زي كأنها قد مساحة ليبيا، دولة ليبيا. كتلة من التلج قد مساحة ليبيا بتنزل تدوب في المحيط. لما تدوب في المحيط هيحصل ارتفاع مياه البحار والمحيطات. لو جينا بصينا هنبدأ من أول حاجة بقى، ارتفاع المنسوب بتاع الأرض ده، ارتفاع المنسوب لغاية 1990 كان حوالي 16 سنتي، فكان ماشي وزن النورما 16 سنتي في مدة حوالي 90 سنة أو 100 سنة ما فيهوش تأثير جامد. ولكن لما نيجي نقول في العشرين سنة اللي فاتت هذا المنسوب يزيد ل 30 سنتي، الأفريج بتاعه من كام يا فندم؟ 30 سنتي من كام؟ 16 يوزن 30 يعني تقريبا الضعف يعني. فمعنى كده ان انت لو استمريت بهذا الضعف لغايه اخر السنه، لمده اخر السنه دي لغايه 2100 السنه دي، فمعنى كده ايه؟ ان انت هتوصل ل 90 سنتي ارتفاع لمنسوب البحر او متر. فتخيل حضرتك هتجيب متر كده وتقف على منسوب الارض اللي على خط الشط وتقول ان البحر هيزيد بهذا الارتفاع بعد 100 خلال 100 سنه. فمعنى كده ايه؟ ان البحر ده لما يجي يزيد هذا المنسوب هيحصل تاكل اكتر للرمله، فهنقول ان الرمله دي كلها هتتاكل من على الشط. هنيجي احنا بعد كده الجزء اللي كان هو موجود الحالي اللي بيتعرض لنحر وترصيب لا هيبقى مثلا كانه عند حضرتك اللي هتتعرض للنحر والترصيب بعد ما انت كنت وضع مستقر، انت اللي هتعاني من منطقه النحر والترصيب لان المياه دخلت لمساحه اكبر. المساحه دي مين اللي يتعرض عليها دول اكتر؟ الدول المنخفضه زي منطقه الدلتا زي اسكندريه، فدي النهارده بقت تعاني للدول اكتر. فالنهارده ابتدت الدوله بتعمل هنا حمايه للشواطئ. يبقى احنا لو فرضنا احنا عندنا مركب بترول حضرتك راحت امريكا وسربت البترول عندهم او عملت مشكله عند مين عندهم، امريكا هتحجز عليها مش هتطلع. فمركب الدول الصناعيه دي اذت مصر، حملتها مليارات مثال كده، والدول الناميه مليارات هي مش مستحملها نتيجه ارتفاع منسوب البحر. عشان كده بنقول الدول الصناعيه الكبرى لازم تلتزم بالظبط يعني لازم تلتزم بتعويضات للدول الناميه ومنهم الدول الافريقيه لان هم ما لهمش ذنب في اللي بيحصل لهم. طيب فدي اول دكتور نقطه. عايزين نفهم الناس التغيرات المناخيه تؤثر ازاي على الحياه البحريه؟ ايه اللي بيتغير؟ هل مثلا انواع اسماك بتنقرض؟ هل هجره للاسماك؟ هدي مثال لحضرتك بسيط جدا. هنيجي نقول الشعاب المرجانيه لمصر، احنا بنتكلم على مصر فمش بنتكلم على الشعاب المرجانيه لمصر، هي تعتبر الثروه القوميه لمصر. صحيح. السياحه 90% من السياحه الدخل القومي بيجي عشان الشعاب المرجانيه. الغوص، سياحه الغوص. مصر الانكم بتاعها اراوند 12 مليار. 12 مليار انكم داخل الاقتصاد المصري. طيب نتيجه التغير درجات الحراره لو استمر هذا المعدل وارتفاع درجات الحراره ايه اللي بيحصل؟ ثاني اكسيد الكربون، الشعاب المرجانيه عشان ندي بس معلومه بتعمل اتزان بيئي، ان ثاني اكسيد الكربون ده لما بينزل في الميه نتيجه المطر بينزل في الميه بيدوب فبيكون حمض، حاجه كربونيك حمضيه، وبيستخدم في الكالسيوم اللي موجود في بناء السكيلتون بتاع الشعاب المرجانيه، يعني بيبني الهيكل بتاع الشعاب المرجانيه اللي هو الكالسيوم كربونيت اللي موجود اللي هو العمود الفقري بتاع الشعاب المرجانيه، الكالسيوم كربونيت. فلما نيجي فده اذا هو بينقي الطبيعه، لما نيجي بقى الميه تبقى اسيديتي اكتر، حمضيه بقى اكتر. ايوه. فمعنى كده هيدي نيجاتيف على الكره الريف. الكره الريف ده مركز لتجمعات الاسماك. يعني انت يبقى الكره الريف جزء منه هيتدمر، احنا فقدنا العالم فقد 20% نتيجه تغير المناخ من الشعاب المرجانيه. طب انت جزء من عندك هيحصل له ابيضاض، يبيض. اذا النهارده لو فرضنا سكتنا يبقى الشعاب المرجانيه دي هتتدمر، يبقى السياحه هتتاثر عندنا، يعني معنى كده الثروه السمكيه اللي بتنمو على الشعاب المرجانيه هتقل. اذا انت نتيجه هذا التغير المناخي بيضر اقتصاد الدوله من ناحيه الدخل السياحي، من ناحيه الثروه الحيوانيه. نيجي نتكلم برضو نقطه ثانيه مهمه جدا في غايه الاهميه على التغير المناخي. التغير المناخي يعني معناها الامطار. احنا لينا معدل، المشكله بيننا وبين دوله اثيوبيا، احنا لينا معدل امطار بينزل نتيجه تغير المناخ، هيحصل فيه جفاف. صحيح. مصر بتعتمد الثروه القوميه للثروه الحيوانيه في مصر بتنتج 2 مليون طن سمك. تمام حضرتك؟ منهم 1.5 مليون استزراع.
على مياه اللي هي النيل والجزء اللي بيزرع السمك. المليون ونص دول محتاجين قد ايه ميه؟ لو فرضنا ان المليون ونص دول محتاجين حوالي المساحه الفدان افريج 4 يعني 4 طن، فاحنا بنحسبها ببساطه كده يبقى مصر محتاجه 35 مليار متر مكعب ميه. طيب المليار متر مكعب ده اللي بيحصل ايه؟ ده نتيجه تغير الميه، يعني تغير الميه جوه الحوض بتاع السمك. لو فرضنا ان مصر ما عندهاش ال 35 مليار متر مكعب دول، اذا الثروه القوميه لاستزراع السمك هتنهار. اذا ده سبب تحدي تاني لهذا الوضع. النهارده هجره الاسماك وضعف الانتاج السمكي في البحر. قلت لي ان في هجره اسماك من البحر الاحمر المتوسط. من البحر المتوسط نتيجه تغيرات درجه الحراره. ليه؟ لان هو البحر الاحمر تختلف درجه حرارته عن البحر المتوسط؟ ما هو منسوب حرارتك الحراره بترتفع واحنا في الجنوب. وهو اكثر ملوحه بالظبط. الملوحه والجنوب بيتغير، زائد الاسيديتي بتاعته بتزيد، فاوتوماتيك في بعض الاسماك ما تتحملش، زي ما حضرتك تقدر تقول حضرتك زي انسان عايش في اوروبا بيتحمل درجه حراره معينه، لما يجي يعيش في الصعيد ما يتحملش درجه الحراره. طبعا لازم يرجع مركز هذه التغيرات. فطبعا في عندنا مشروع كامل لهجره الاسماك من البحر الاحمر لبعض الاسماك ابرزها اسماءها زي اسماك سبيشيز، يعني بعض الاسماك سبيشيز زي اسماك الارنب والحاجات كتيره، نوع من انواع الارنب اللي بتهاجر من هناك، زي عمليه الهجره بتاعت جزء من الجمبري والحركه في قناه السويس اللي تركيزات الانتاج بتاعهم بيضعف. فاحنا بنبص للنقط دي كلها بالنسبه لهجره الاسماك. هنيجي برضو حضرتك المحاصيل الزراعيه. طب لما المنسوب البحر يزيد خلال 100 سنه متر، معنى متر يعني الميه المالحه هيحصلها تداخل مع المياه الجوفيه الفريش في الدلتا. يعني مناطق الدلتا دي هتلاقي حضرتك على الساحل تلاقي ايه الملاحات. فالمنسوب لما يعلى هيذوب هيزيد مستوى تأثير الميه المالحه داخل منطقه الدلتا، هيأثر على المناطق الزراعيه. تحدثت عن قناه السويس. نعم تحدثت عن قناه أيوة السويس. نوعيه الـ يعني الرصد البيئي اللي حصل لنوعيه المياه الرواسب حركه الكائنات البحريه هناك ونقاط اتصالها بالبحر المتوسط. هو حضرتك هو الهجره بتبقى من خلال قناه السويس، الممر المائي بتاع قناه السويس، وفي مشاريع احنا بنعملها لهيئه قناه السويس. مشاريع يعني بحثيه يعني مشاريع بحثيه، ودي شغاله لغايه هنا عمليه مونيتورنج لبعض اذا كان في حاجات مونيتورنج لها وبنرد على لو اي في اتهامات ونلاقيها غلط بنرد على الجهات الدوليه. يعني في بعض اتهامات مثلا على اندير البحر، لا نقول لا ده ما فيش هجره، ده اندير البحر اللي حصل في البحر المتوسط نتيجه اسباب ثانيه وليس له علاقه بالهجره. فده البرنامج بيظهر الحقيقه، برنامج البحثي دوت. بالنسبه برضو احنا في برامج بحثيه بندرس فيها عمليه الاطماء لبعض المواني، الدراسات اللي بتتمي والتطوير للمواني البحريه. يعني في دراسات بتتم من عين السخنه، فدي دراسات المعهد القومي بيقوم بيها لمعظم يعني متداخل مع معظم الوزارات، وزاره البترول المونيتورنج بتاع المنصات البحريه والانشاء خطوط البايب لاين بتاعه البترول والغاز، يعني هاي الثروه السمكيه ازاي نزود الانتاجيه، البيئه البحيرات الاتزان البيئي للبحيرات. يعني مركز علوم البحار والمصائد لو حطينا كده في خمس نقاط ماذا رصد؟ عايزين نعرف معلومات محدده، ماذا رصدتم تاثير التغيرات المناخيه على البحار والمصائد المصريه؟ واحد تاثيره على الشعاب المرجانيه ده تم رصدها. تاثيره في رقم هنا في الشعاب المرجانيه؟ احنا في اجزاء مناطق فيها تاثرت بنسبه موجود فيها تاثير، يعني ما نقدرش يعني ما تقلش عن 5% من المساحه. تمام. مساحه ابرز الاماكن في الشعاب المرجانيه ايه؟ في منطقه القصير. القصير اللي تاثرت في منطقه القصير. فدي حاجات زي حضرتك على بعض حضرتك نقط ثانيه، حجم المخزون السمك في البحر المتوسط بيقل، يعني مش الصيد، فده برضه بتأثر عملية الصيد بتاع الأسماك في البحر المتوسط. عند حضرتك عملية ارتفاع المنسوب على سواحل الإسكندرية ده بنرصده حضرتك، وعلى السواحل الساحل الشمالي تأثيره إيه وتدخله مع الدلتا إزاي، والبحث على منسوب ارتفاعه داخل المياه الجوفية، فده احنا شغالين فيه برضه حضرتك. برضه حضرتك على بعض النقط اللي هي بنتكلم عليها، يعني المعهد القومي للبحار
النهارده نتيجه التعاون الدولي برضو هو عملنا الرود ماب بتاعت الاي او سي بتاع افريقيا، اللجنه الدوليه للمحطات اللي اليونسكو لكل الدول الافريقيه، الدول الافريقيه 56 دوله. ايوه. فاحنا نتيجه ان احنا الفوكال بوينت مع اليونسكو هنا في المعهد القومي للبحار، فاحنا عملنا المؤتمر كان في مايو اللي فات للدول الافريقيه، كان شارك فيه معظم الدول الافريقيه واليونسكو وبعض الدول الاوروبيه والامريكا. طيب دكتور حضرتك تحدثت عن نقطه هامه هي مساله الملف البحيرات ودور المعهد في مساله اعاده التوازن البيئي في البحيرات، لو حضرتك توضح لنا ده اكتر. هو ايه الفكره من اعاده التوازن البيئي للبحيرات؟ يعني زي فخامه الرئيس قال ان احنا عايزين البحيرات دي زي الكتاب ما بيقول. طب يعني ايه زي الكتاب ما بيقول؟ يعني البحيره ترجع، حضرتك لو واقفه على شط البحيره عايزه تشوفي بحيره نظيفه زي ما شفنا في تطوير بحيره المنزله مثلا والتغير يعني الكبير اللي حصل هناك بالظبط كده. يعني انت النهارده عايزه تشوفي مكان جميل وسيفتي، ولو حد نزل يصطاد جوه البحيره الناس عايز كمان تعرف تشوف اكل عيشها لانه كان ما كانش فيه اصلا صيد. يعني تمام ساعتك عايز يشوف حوالين البحيره مكان جميل. يعني انت العين عايزه تشوف مكان جميل داخل البحيره، وفي نفس الوقت اللي هيعمل اي ميزه جوه البحيره او يعمل اكتيفيتي عايز يشوف خارج البحيره مكان جميل. في نفس الوقت ده هو الفكره ببساطه لاتزان البيئه. يعني الناس لما تعيش ساتسفاي نفسيا وتشوف حاجه جميله فالناس بتبقى ساتسفاي بوضع بيئي مستقر، لان هنا ده الميه دي بتعمل اتزان بيئي. يعني مثلا الناس اللي عايشه في الصحراء تختلف البيهيفير بتاعها عن العايشين على البحيرات او البحار، لان السلوك الاستريس عليهم. فبنيجي لادي جزء. الجزء الثاني النهارده هل احنا هنفضل الدوله طول النهار تعمل تطهير وتكريك وتصرف مليارات بدون عائد؟ ده سؤال مهم. النهارده الدوله النهارده تحملت اعباء ماليه رهيبه في تطهير البحيرات واعمال البوغاز. فالاتزان البيئي ان المفروض البحيرات دي تجيب كمصدر اقتصادي تجيب انكم جامد للدوله، تقدر هي تبقى اندبندنت على نفسها. فهو ده اللي احنا بنشتغل عليه. يعني مثلا اليات العمل على ده ايه يا فندم؟ نعم اليات العمل على ده ايه؟ احنا حضرتك هنعمل مؤتمر ان شاء الله ونتشرف حضراتكم على المؤتمر عن البحيرات بعد ان شاء الله مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ في اخر السنه، هنعلن عنه ونعلن كل البوتنشال. يعني تيجي مثلا حضرتك بحيره قارون، الثروه السمكيه حصل لها انهيار جوه في بحيره قارون لاسباب كثيره، لاسباب حاجات كثيره جدا. صحيح. فاحنا النهارده ازاي البحيره دي ترجع كمصدر انكم لثروه سمكيه، ودي ميه مش متجدده كمان. بالظبط. يعني احنا النهارده بنفكر ازاي الميه نتيجه، احنا طبعا مش هنقول ايه السبب ومش مين اللي يتحمل، لكن عايزين حلول للتغلب على هذا. يعني احنا بنبص احنا دلوقتي كبحث علم او معهد البحار، لو ما قدمناش احنا حلول للدوله يبقى معهد البحار ملوش لازمه. شفنا برضو الاسماك النافقه في كفر الشيخ لو تفتكر من كام سنه اللي ماتت على الشط، وكان كانت يعني وسائل اعلام كتير اتكلمت عن هذا الامر. يعني اذا عندنا عدد من التغيرات، هتعملوا بقى ايه في شرم الشيخ؟ الرساله السياسيه مش السياسيه، هنقول العلميه او البحثيه لمعهد العلوم بالظبط كده حضرتك. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي بيدير هذا الملف طبعا من ناحيه البوليسي هي وزاره الخارجيه طبعا، ووزاره البيئه بتدير الملف كتكنيكال طبعا. في طبعا لجنه وزاريه برئاسه معالي رئيس مجلس الوزراء فيها كل الوزارات، فالمعهد القومي للبحار بيشتغل في تو شانل، من داخل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي كمجموعه بتحضر الايفنتات مع المعاهد البحثيه اللي هتتقدم في كوب 27 كويس. في نفس الوقت احنا بنشتغل في اتجاه تاني مع الامم المتحده ومع اليونسكو في الايفنتات اللي هتتعمل للدول الافريقيه اللي هتعرض في كوب 27. فاحنا المعهد القومي للبحار بيشتغل في برامج هتتقدم من خلال وزاره التعليم العالي للكوب 27، اللي هي البرامج اللي احنا هننفذها. مثلا عايزين ننفذ برنامج لحمايه الشعاب المرجانيه، عايزين ننفذ برنامج حلول يا دكتور عمرو لما حدث وللحد من اثار التغيرات المناخيه على الشواطئ المصريه. يعني برضو حضرتك في بعض المشاريع ان احنا بنلاقي مثلا ان الدول بتعتمد بنسبه 60% على البترول والغاز في الطاقه، فالنهارده الدوله بتدور على الهيدروجين الاخضر. صحيح. ف
يعني دي مجموعه برامج وملفات احنا بنعرضها. ستناقش هذه البرامج والملفات في كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايب، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا سعادتك. شكرا. فصل قصير مشاهدينا الكرام ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. يمكن الحديث مستمر عن مسألة التغيرات المناخية وإزاي نجابه هذه التغيرات المناخية. يمكن اليومين اللي فاتوا كلنا تابعنا توجيهات سيادة الرئيس بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة على الطرق في كل المحافظات، وده ببساطة علشان يعني نحاول حماية البيئة، نحاول مجابهة التغيرات المناخية، نخفف شوية نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي طبعا بتعمل يعني زيادة في الاحتباس الحراري. ببساطة الأشجار هي مصنع الأكسجين اللي بيحافظ على حياة الكوكب كله. خلينا نعرف أكتر ونفهم بالتفصيل إزاي نستخدم الزراعة والتشجير علشان يكون في إعادة للتوازن البيئي. بنرحب دلوقتي في الاستوديو بضيفنا اللي منورنا الدكتور أشرف عمران، عضو المجلس العربي للأمن المائي والغذائي وأستاذ الزراعات المائي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. ومصطلح التشجير البيئي واستخدام الأشجار في إعادة التوازن البيئي. هو حضرتك طبعا احنا التشجير البيئي هو عنصر مهم جدا في عمليات التشجير اللي مفروض ان احنا كنا نهتم بيها من زمان. يعني النهارده حضرتك مثلا تدخلي على المناطق الصناعيه، تدخلي على مناطق الشوارع والطرق، بتلاقي جميع الاشجار زي اليونيفورم كلها واحد، مفيش فرق. شجره الفيكس فيكس، وهتلاقي بونسيانا، بعض الاشجار التجميليه، هي اشجار جميله ما قلناش حاجه، لكن الفايده البيئيه بتاعتها اقل بكتير من اصناف اخرى. ربنا سبحانه وتعالى ادانا لكل النباتات ميزه خاصه في الامتصاص. في أشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون، في أشجار تمتص أكسيد نيتروجين، في أشجار تمتص الكبريت، وكل المنتج. طب هل احنا بنسير بشكل علمي في زراعة كل شجرة في مكانها الصحيح؟ للأسف الكلام ده يعني قلنا، أنا بقول لحضرتك من 18 سنة تقريبا كاتبين على هذا الكلام. النهاردة أنا مثلا منطقة صناعية، المنطقة الصناعية ديت لازم إن أنا أحلل الأول المنتج بتاع المصنع شكله إيه، الغازات شكلها ايه، نوع الغازات ايه، ومن هنا ببتدي اقول له لا انت مجبر تزرع لي، اختار نوع الشجر المناسب لهذه المنطقة. يعني عندنا اكاسيد الكبريت مجموعه اشجار ودي موجوده ومعروفه، عندنا اكاسيد نيتروجين معروفه، فالمنتج اللي بيحدده المنتج المصنع نفسه هو لابد ان يكون من ضمن التراخيص تحديد المساحه وعدد الاشجار والكميه نفسها، ده شيء مهم جدا ان احنا نبتدي نعمله وهكذا. الاصلح ايه طيب لمنطقه صناعيه فيها اكاسيد الكربون وكل الغازات الضاره؟ هو اكاسيد الكربون، انا مثلا حاجه زي البولونيا، البولونيا دي عملاقه التيارات، يعني عملاقه للتيارات المناخيه. البولونيا دي نموها سريع جدا وفي الوقت نفسه ورقها كبير، دي واحده، دي بتمتص اكاسيد نيتروجين واكاسيد كبريت الاثنين مع بعض، لكن عندي في اصناف تانية بتمتص اكاسيد. وهل هي مكلفه مثلا عشان كده؟ بالعكس، شوف حضرتك احنا بنيجي نحسبها ازاي، كل الشوارع دي وكل الشجر في الشوارع بياخد عنايه واحده، بياخد كميه ميه واحده، بياخد حيز واحد، ولكن الفايده البيئيه بتاعته مش في محلها. فعلى سبيل المثال يعني جت فتره كده ناس تقول عايزين نزرع اشجار مثمره مكان الاشجار دي ملهاش لازمه. بالعكس، ده يا حضرتك الشوارع والطرق والتشجير ليه اهميه بيئيه، بس احنا مش قادرين نقيسها بالظبط. يعني النهارده اساسا ما ينفعش ان انا اخد اي شجره مثمره في شارع فيه اكاسيد كبريت بالمنظر ده ولا اكاسيد كربون، تبقى سامه اساسا. والله دي نقطه مهمه جدا ان احنا نبينها للناس، لانه زي ما حضرتك بتقول الناس بتقول عايزين اشجار مثمره في اماكن ما ينفعش اصلا يكون فيها وجود للاشجار المثمره. يا حضرتك الطرق السريعه وانت ماشيه على يمين وشمال الطريق، اي خضره موجوده على يمين وشمال الطريق ما تاكلهاش اطلاقا، ومفروض ما تتجمعش، لان الطريق ده بيبقى مر عليه كام عربيه.
عدد كبير من العربيات، نسبه اكاسيد النيتروجين والكبريت حجمها قد ايه؟ حجم طرق السريعه، ما لو طريق بطيء هتبقى نسبه السميه اكبر. طبعا. لا يعني شوف انا بقول لحضرتك بديك كمثال بس. يعني الناس مش هتاكل خضره من الطرق الا في الطرق الجناين اللي هي في الغيطان. لكن بالنسبه فبقول لحضرتك كده انت كمان اكاسيد الرصاص بتبقى اوطى، حجمها اوطى. ما تاكلش اي حاجه خضروات ورقيه موجوده على الطريق على الغيطان على الطريق. يعني ده كله بيبقى نسبه السميه فيه عاليه جدا. ده على سبيل المثال. مثلا عندنا هنا العربيه نوع الاشاره ونوع والزحمه، في كم عربيه بتعدي من الطريق ده؟ 500 عربيه. بنحسب النسبه قد ايه وبنبتدي نقول لا التلوث هنا محتاجين اشجار قد ايه ونوعيه الاشجار ونوعية المفروض الأشجار تكون موجوده هنا. يعني طبعا هنا، انما هنا يعني انا مثلا عندي اشاره مرور بتقف فيها كام عربيه في المنطقه دي، مفروض تشجيرها يبقى مختلف تماما. ليه؟ اكاسيد الرصاب موجوده، اكاسيد النيتروجين موجوده، اكاسيد كربون موجوده، فببتدي ادرج اكاسيد النيتروجين الرصاص كثافتها قليله فبتنزل تحت. لكن ده ما بيحصلش، احنا بنزرع إطلاقا. بشكل يعني يونيفورم. حضرتك ادخلي كل الشوارع هتلاقي كل واحد الفيكس. فده كده هدر مائي وهدر في الوقت وهدر في المصاريف. يعني مثلا احنا عملنا تجربه ان شاء الله، احنا عندنا بحث. عشان كده يمكن يا دكتور الناس بتقولك طب خلاص خلوها اشجار مثمره بقى، ما دام هو الموضوع يعني ما هوش بيحل الازمه البيئيه يبقى خلوها اشجار مثمره. برضو محدش يعي النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها. فعشان كده بقول لحضرتك هي جت هوجه كده وقالوا لا ده طب ازاي؟ يعني النهارده احنا المنهج العلمي لازم يكون موجود قدامنا في كل حاجه. اول حاجه بشوف ايه صعوبه تطبيق المنهج العلمي ده؟ تطبيق يعني مثلا بقول لحضرتك انه غير مطبق يعني ليه؟ للاسف فبقول لحضرتك لسبب، احنا النهارده حتى بنطالب بتغيير مفهوم التعليم الجامعي للزراعه. اللاندسكيبنج كله عندنا مهتم بالنواحي الجماليه ومنتاح بالكلام ده كله الالوان والكلام ده، انما البيئه انا مش يعني معلش انا ما انساهاش كمان. حتى الفتره الاخيره دي كل الزملاء اللي انا كنت بعمل كونفرنس معاهم للاسف ما فيش الموضوع ده. فلابد ان التشجير البيئي ياخد وضعه الطبيعي حتى نعرف اولادنا، لان البيئه هي كل حاجه. طب خلينا نخش في صلب الموضوع. الكلام ده هيتطبق في 100 مليون شجره؟ حمله 100 مليون شجره؟ ان شاء الله، لان احنا بقول لحضرتك انا عملنا دراسه. طبعا كل طبعاً. طريق انا عندي بحث كل مصنع كل بالزبط. لا ده موجود، انا عندي كتاب نازل من 18 سنه فيه التفاصيل كلها يا فندم. اكم من الاوراق حبيسه الادراج ولا تطبق؟ هل سيطبق؟ لا هو حضرتك ان شاء الله هيطبق لسببين. يعني انا طبعا زي ما قلنا كده بنيجي مثلا على تشجير، اصل انت خلاص دخلت في مجال الاقتصاد. احنا حاسبين الشجره هتكلف كام، يعني وهتجيب لي كام كربون كريدت، لان الكربون كريدت دلوقتي احنا عندنا البترول بتتخصم 10 دولار على كل برميل، رحلات الطيران بتتخصم على كل كيلو في رحلات الطيران غرامه بيئيه. فهو بيحصل ايه؟ طبعا معروفه دي بره من زمان، يعني ان انت مش لازم، انا عشان ازرع مليون شجره احنا دي بالحسابات حاسبينها، انا عايز 3000 هكتار. 3000 هكتار. عشان اشوف الكربون كريديت بتاعي واقدر اقيسه انا مش اقل من 10 سنين. عشان اشيل الخشب ويبقى واوزن الخشب، ومن خلال وزن الخشب بعرف هو استخدم قد ايه كربون. يعني باجي بقول مثلا انا التارجت بتاعي 700,000 طن كربون. ده التارجت. باخده بكذا نوع من الاشجار وباخده بكذا نوع من الوسائل اللي بتمتص ثاني اكسيد الكربون. ومن هنا بنشوف الجدول الاقتصاديه ماشيه ازاي. اول حاجه عشان ازرع مليون شجره هيكلفني صيانه وزراعه وصيانه لمده 10 سنين وتغيير وكميه الميه، لان احنا حاسبين الميه ب 2 دولار على المتر المكعب زي السعر العالمي يعني. طلع المليون شجره في ال 10 سنين التكلفه الفعليه نص مليار دولار. نص مليار دولار. طب دي حاجه، الحاجه الثانيه نحسب الفوائد العايده. 700,000 طن كربون، السعر العالمي ليه 50 دولار للطن، يبقى بنتكلم في حوالي 10 مليون دولار نتيجه الكربون كريدت او بيع الكربون كريدت. الجزء الثاني 750,000 طن كربون،
بيعمل لي نص مباشرة أخشاب، يعني 350 ألف طن خشب. ال 350 ألف طن خشب دول لما بضربهم سيف 2000 دولار الطن بيعمل لي تقريبا 200 205 مليون دولار. واحنا نقدر نقول ده نوع من انواع الاستثمار البيئي. اه بقول لحضرتك هو ده الكربون كريديت الحقيقي. وهنشوف البحث اللي منزلينه انا وزميلي الدكتور محمد عاشور، البحث نازل الشهر الجاي ده في كل التفاصيل، ولسه هنتكلم تاني اي شجره اهم. ولو يعني زرعنا بنص مليون دولار شجر هنحمي او يعني الفاليو او القيمه او الفايده ايه؟ كلمني لغه الارقام. آه برضه ما هي لغه الارقام. أي. انا زي ما بقول لحضرتك كده هبيع الكربون ب 10 مليون وهبيع الخشب ب 205 مليون دولار لو اعتبرنا ان الطن الخشب ب 2000 دولار. طب انا اساسا كلفتها 500 نص مليار 500 وشوي. يبقى كده في عائد او في مش هقول خساره، في فرق في ماديا. ما فيش خساره اكتر من خساره الصحه يا دكتور. وخساره اطفالنا وخساره الهواء يعني احنا لا. احنا شفنا في الكورونا لما الدنيا وقفت الهواء اتغير ازاي. اه طبعا بس شمينا هواء مختلف. بس حضرتك بكلمك بالارقام برضه وهقول لك هتيجي الفايده ازاي. النهارده انا كده كمستثمر انا خسران 300 مليون دولار في زراعه المليون شجره. ولكن في فوائد بيئيه ثانيه زي نسبه الرطوبه، زي تلطيف الجو، زي طبعا الامتصاصات. انا في الكتاب بكتب بقول ايه، احنا بنضحك التغيير ده نحس بيه بعد كام سنه من المشروع، يعني الوقت اللي يخلي الناس تحس بالتغيير والجو النظيف والبيئه اللي اتغيرت بعد كام سنه من المشروع. هي حضرتك بيحصل ايه؟ طبعا هي بعد 5 سنين تحس بالفرق، ولكن الناحيه الثانيه انت عندك زياده في عدد السكان، زياده في العربيات، زياده في الكلام ده. انا كل عربيه بتدخل لو مشيت 90 كيلو بتعمل لي 11 كيلو كربون. فانا معلش هي البيزنس محتاج شويه ان احنا نهتم بيه. النهارده كل عربيه جايه مترخصه تترخص بتدفع الغرامه البيئيه اللي هنزرع بيها الشجر اللي هي بتعمل له السي سي بتاع العربيه دي. أي. يعني مثلا 11 طن كربون على 90 كيلو. طب انت عشان اعمل دي يبقى انا محتاج 11 شجره. على سبيل المثال ادفع لي قيمه ال 11 شجره مع اول ترخيص عربيه ودي هتفضل خلاص عربيه موجوده بالتتابع وتوجه لمنطقه تشجير الموضوع. مش لازم يكون عندك كمان. يعني هل ده مطبق عالميا؟ شوف حضرتك احنا مفروض طالما عندنا المعلومه لازم نسبق العالم في التطبيق. مطبق. انا بقول لحضرتك يعني انا شغال طبعا يعني بره، فبقول لحضرتك يعني دلوقتي شركات البترول وشركات الطيران وشركات السابك والمجموعه دي كلها تقول لك احنا بندفع غرامه بيئيه قد كده. لكن مش مطبق على الافراد. هو ده اللي انا كنت بتكلم لا على الافراد. لا انه حضرتك كنت بتتكلم عن السيارات والترخيص. لا هو المفروض النهارده ازرع يعني ادفع غرامه مره واحده 11 شجره لما تيجي تحسبها مش هتلاقي قيمتها كبيره، بس هتعمل لك كل حاجه. ما انت النهارده ده بتلوث في البيئه. يعني انت جايب عربيه وبتلوث في البيئه، لان انت اساسا بتعدي السرعه 90 وبتعدي الكلام ده كله، فنسبه التلوث. ما اعتقد انه ده ممكن يكون مشروع دوله وليس افراد. لا ما هو ده مشروع دوله. الدول طبعا هي منوطه بهذا. الرخصه لما تيجي ما مشروع دوله وقانون دوله. فبس بدي لحضرتك ده مجرد شيء كده. هنحس بالكلام ده بعد 5 سنين لما انت تحافظ. يعني الفكره انت مش بتحط قوانين وتيجي انت تختار. كمان 5 سنين هنكون انتهينا من اخر شجره في ال 100 مليون شجره؟ لا هي المفروض ما تكونش كده، المفروض ان بيبقى خطه ال 100 مليون. لا ال 100 مليون احنا بنزرع مليون شجره وبنوجه الاماكن، يعني النهارده عشان ازرع مليون شجره انا عايز 3000 هكتار. ال 3000 عندنا بديل اخر على فكره وسهل ومربح. يعني بديل اخر يمتص ثاني اكسيد الكربون كله ومربح جدا. اللي هو ايه؟ ما ده اللي بقول لحضرتك عليه، احنا عاملين البحث ده بعد ما المليون شجره جابت خسرنا فيها 300 مليون، بالاضافه في بعض الفوائد البيئيه زي نسبه الرطوبه، الجو، الكلام ده، ولكن ارقام حسابيه. احنا عندنا بنزرع الطحالب. الطحالب بتمتص ثاني اكسيد الكربون بنسبه عاليه جدا. والطحالب اقدر ان انا اوتوماتيك اعرف في الثانيه الواحده استخدمت قد ايه كربون عن طريق سنسور.
فبزرع الطحالب سنسور يعني بنحط اللي هي اجهزه العداد بيحسب لي الجنريتور ثاني اكسيد الكربون، بيحسب لي كميه ثاني اكسيد الكربون اللي انا امتصتها من الجو. الجنريتور بيمتص على طول حسب اللي احنا محتاجين. بتحط جوه الطحالب؟ نعم يا فندم. بتحط جوه الطحالب؟ لا، هو بيدخل، هو سيستم بدخل ثاني اكسيد الكربون، بدخله بجنريتور جوه للقياس المية. فقط يعني، لكن لا مش موجود دايما يعني. لا، هي بتمتص الطحالب، بتمتص ثاني اكسيد الكربون. اكبر ميزه للطحالب للبحريه كلها انها بتلوثك من من الدواء، كل من التلوث، تمتص كل الغازات ثاني اكسيد الكربون طول ما في طحالب. هي اساسا بتنمو وبتكون الاجسام بتاعتها كلها من ثاني اكسيد الكربون. فبنيجي نحط ثاني اكسيد الكربون، بيطلع لي وكل يوم خلاص كده بيطلع لي الناتج ايه؟ الوحده بتكلفني تقريبا 38 مليون دولار في مساحه، في المساحه الواحده 10,000 متر او هكتار. لما اقول همشي على 700,000 طن ثاني اكسيد الكربون في الحاله زي دي، انا محتاج 100 وحده. كل ده في الابحاث والدراسات وعرضناها على بعض الشركات اللي ما يهمهاش التشجير، اللي عايزه تمتص ثاني اكسيد الكربون زي شركات البترول والحاجات دي كلها. وده بيتحسب له مع بالارقام على البنك الدولي مباشره طبعاً، عشان تتخصم عليه. فبنيجي بنقول الوحده الواحده بتكلفني 38 مليون دولار. الوحده دي عباره عن تيوب بالكامل بتمر فيه الطحالب، وبنبتدي نعمل عمليه تكفيف، بنطلع منه اوميجا 3، بنطلع منه مستحضرات تجميل طبيعيه، بنطلع منه البروتين، مجموعه هي مجموعه كامله من الانتاج والتصنيع. الانتاج والتصنيع في النهايه احنا حاسبين طبعا كل حاجه بالتفصيل. الوحده الواحده اللي هي 10,000 دولار بتكسبني 56 مليون دولار. هي كلفت مره واحده 38، يبقى السنه الثانيه والثالثه والرابعه كل سنه 56 مليون دولار. يعني انا عشان اقارنها بالمليون شجره، المليون شجره كلفوني تقريبا، اخذوا 3,000 هكتار وخدوا تقريبا نص مليار. هنا انا باخدها بالقياس 700,000 طن كربون برضو، ولكن العائد هنا 100 هكتار بس، مش 3,000 هكتار. الحل الثاني ان انا بنتج 556 على كل وحده، يعني بتكلم في 560 مليون مليار، 560 مليار دولار جايه في العشر سنين. هل الدراسه اللي حضرتك عاملها حطت تكلفه العامل، حطت تكلفه الميه، كل حاجه، حطت تكلفه يعني النقل؟ ما بقول لحضرتك احنا حتى التسويق، يعني تسويق المنتج نفسه احنا وضعت الاماكن الاولى بالمناطق الصناعيه بالظبط. يعني ان النهارده انا عندي منطقه سي مثلا شركات بترول ايا كانت اسم الشركه ايه، فهي في الوقت ده هي اوريدي عامله القصه دي عشان يعني لما هشجر في حلوان غير لما اشجر في حته زي مثلا اكتوبر، هنا ما هي في هواء، هنا ما فيش هواء. لا دي حضرتك ما الطحالب احنا بنتكلم ما بين زراعه مليون شجره بيعملوا ايه، وانا عندي الوسيله اخرى تانية بالطحالب بمتص ثاني اكسيد الكربون. صحيح، يعني يمكن العديد من المبادرات الهدف منها الرئيسي هو التصدي لمساله التغيرات المناخيه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف عمران، عضو المجلس العربي للامن الغذائي والمائي واستاذ الزراعات المائيه. شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. شكرا شكرا. بنشكر حضراتكم، ربما يعني تابعنا خلال هذه الحلقه عدد من الحاجات، ربما كان من ابرزها هذه قصه السؤال اللي سالناه على الناس، قصه عملت ايه او يعني الرادارات غيرت من سلوكك ازاي كسائق المركبه، وشفنا عدد كبير من التعليقات. كده خلصت حلقتنا، بكره نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. الى اللقاء.